فأنا أحب أرحب بالمهندس عمر سليم وأتمنى إن شاء الله هو يستمتع معنا في السيشن وتبقى سيشن ممتعة للجميع بإذن الله. أهلا بيك يا باشمهندس عمر. الله يكرمك يا باشمهندس، جزاكم الله كل خير على الدعوة الكريمة، وإن شاء الله إن المحاضرة تكون سهلة ما تكونش فيها مشاكل بإذن الله. إن شاء هعمل الله. دلوقتي مشاركة للشاشة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مواضيع جميلة جدا، هنتكلم على فكرة البيم، وهنتكلم على فكرة الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي من الحاجات اللي هي الناس كلها سمعت عنها دلوقتي والناس كلها شغالة بيها، يعني مفيش حد فينا ما استعانش بالذكاء الاصطناعي او ما اشتغلش بالذكاء الاصطناعي. يعني دخل خلاص الذكاء الاصطناعي في اي حاجه احنا بنستخدمها، سواء مثلا الموبايل عندك هتلاقي سيري، هتلاقي المساعد بتاع جوجل، هتلاقي خدمات كتيره جدا موجوده تلقائي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي. فلازم نفهم الفكره بتاعتها، يعني حتى لو احنا مش هنبرمج على الاقل ازاي نعرف ان احنا نستخدمه، ازاي ان احنا فعلا يفيدنا في الشغل بتاعنا. ثانية واحدة. فهنتكلم بقى ازاي نربطه بالبيم. طيب فكرة البيم هي ايه؟ Building Information Management، ازاي ان احنا نقدر ندير معلومات البناء. لو احنا حاولنا نعمل فكرة الذكاء الصناعي دي مع الاوتوكاد مثلا او اي تولز تانية 2D او مش فاهمة فكرة البيم، هتاخد وقت كتير قوي على ما تفهمه ان ده حيطة، هتاخد وقت كتير جدا على ما تفهمه ان ده شغل تكييف. انما في البيم هو فاهم الحاجات دي كلها، فانت بتبدأ تبرمج على طول. فهتلاقي عندك البيم هي ايه؟ البيم مش برنامج معين، البيم ان انت منظومة شغال بشكل ذكي، شغال بتعمل إدارة لكل معلومات البناء بشكل يكون سلس، بحيث ان لو انت عايز تدير المشروع بشكل سهل تقدر ان انت تتمكن منه، تقدر ان انت تديره بشكل كويس. فهنبدأ ان احنا نربطه مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بقى موجود في كل حاجة في حياتنا دلوقتي، تمام؟ يعني موجود مثلا، يعني واحنا شغالين مثلا في البرنامج الميت، او لو انت شغال بزوم او شغال بأي برنامج اخر من الحوارات، ففي ذكاء صناعي بيبدأ ان هو يراقب المحاضرة او يراقب الكلام، وبعد ما تخلص يبعت لك رسالة كده يديك الملخص بتاع الميتنج. وحتى يعني حتى لو انت ما حضرتش يبدأ يقول لك ايه، خلي بالك هم جابوا سيرتك في الحتة الفلانية، فيعمل لك يعمل لك تركيز او فوكس او يديها لون ان سيرتك جت في النقطة الفلانية. فدي حاجة كويسة جدا بتوفر علينا الوقت والجهد. لو قعدنا نبص كده على الحاجات اللي هي ممكن تكون في الذكاء الاصطناعي، هنلاقي عندنا مثلا انترنت الاشياء. انترنت الاشياء دي ان كل حاجه عندك في البيت او في المصنع او في الشركه متوصله بالنت، يعني التلفزيون يقدر يخش على النت ويقدر ان هو ياخد كل المعلومه اللي هو عايزها، الثلاجه تقدر انها تدخل على النت وتعرف ايه الاكلات اللي هي موجوده وايه الاكل اللي موجود عندها، وتقدر تطبخ لك ايه من قلب الحاجات، وتتصل بالسوبر ماركت وتجيب لك الحاجات اللي هي عايزاها. فده مع الذكاء الاصطناعي هتلاقي في تطور، وكل شوية بيجيب لك حاجات انت نفسك ما كنتش عامل حسابك عليها. يعني شات جي بي تي لما نزل مثلا، وده اللي عمل طفرة وبدأت الناس تهتم بالذكاء الاصطناعي، لما الناس بدأوا يتكلموا معاه ويدردشوا معاه اكتشفوا ان هم قدروا يخلوه يعمل حاجات اللي برمجه نفسه ما كانش يعرف ان الذكاء الاصطناعي يقدر يعمل الحركة ديت. ففي احنا عايشين فعلا في طفرة في التكنولوجيا، في طفرة في كل حاجة. يعني في حاجات حصلت امبارح هنتكلم عنها في الذكاء الاصطناعي ما كانتش موجوده من اسبوع، كل يوم بتطلع حاجات جديده، كل يوم بتلاقي التكنولوجيا بدات تتطور بشكل قوي جدا. في تحديات كتيره جدا بدانا ان احنا ندخل فيها. عندنا مثلا موضوع الروبوت، الانسان الالي، الاتمته، الواقع الافتراضي اللي هو الفيرتشوال رياليتي، ان انت تلبس نظاره وتبقى شايف كل حاجه في الواقع. دي برضه الذكاء الاصطناعي بدا يدخل فيها، وبدا ان انت مثلا يديك إمكانيات أفضل، تمام؟ طبعا ثلاثية الأبعاد بدأت تطبع المباني كاملة، يعني أنت تديله الموديل وهو يطبع لك المبنى كله، مش بيطبع لك نموذج صغير، لا بيطبع لك المبنى كاملا. فعايزين نفهم فكرة الذكاء الاصطناعي وإيه الفرق بينه وبين التعلم الآلي والتعلم العميق. الذكاء الاصطناعي اللي هو
ان كلمه ذكاء، يعني خلينا نكتب كده على الشات كلمه ذكاء، لما اجي نقول لواحد ذكي او الموقع ده ذكي او الحاجه دي ذكيه، هي عباره عن ايه ذكاء؟ ايه هو تعريف الذكاء؟ يعني الذكاء ان انا اقدر ادرك المعلومه، وان انا اقدر افهم الحاجه، واقدر ان انا اتفاعل معاها. ده نوع من انواع فعلا الذكاء. يعني شخص ذكي لما بيحصل اي موقف هو اوتوماتيك بيروح متصرف وما يعطلش على الحاجه ديت. ده من ضمن تعريفات الذكاء. ما احنا ممكن نعمل مثلا مدينه ذكيه، اول ما تحصل اي مشكله هو يدرك المشكله ويبدا يتفاعل معاها. ده نوع من انواع الذكاء. فالذكاء الاصطناعي، الاصطناعي مش الصناعي، الاصطناعي اللي هو عباره عن ايه؟ ان احنا بنحاول نقلد الذكاء البشري. احنا ما بندعيش ان احنا اقوى من الذكاء البشري، احنا بنحاول نقلده، بنحاول ان احنا نعمل اله تقدر تفكر زي ما الانسان بيفكر، تقدر انها تتعامل مع موقف ما يقدرش انها تتعامل معاه. يعني البرمجه التقليديه او البرمجه العاديه، ان انا هقول مثلا لاي جهاز روح اعمل 1 2 3 4، يعني روح افتح الثلاجه وهات لي منها مثلا كوبايه لبن وتعالى. فلو راح ولقى الثلاجه مفتوحه واللبن قدامه، مش هيقدر ان هو يتفاعل، مش هيعرف يعمل ايه. يقول لك انا عندي خطوه ان انا افتح الثلاجه، بس الثلاجه مفتوحه فانا مش هقدر افتحها، مش هيقدر يتصرف. يعني لو هو ماشي ولقى حته خيط في الطريق مش هيقدر يعدي من فيه. هو ما اتبرمجش على كده، لازم حاجه هو متبرمج عليها. انما مثلا لو طفل صغير وقلت له روح اعمل كذا واكتشف ان الثلاجه مفتوحه، خلاص هيجيب الحاجه ويجي. فهو بقى الفكره كلها في الذكاء الصناعي، ان انا ما اقعدش ابرمج حاجات كتيره جدا من قاعده اف. طبعا كلنا يعني اكيد كلنا درسنا شويه برمجه كده في الاول، فعارف قاعده اف ان مثلا ايه، البرنامج ممكن يكون سطرين، لكن احتياطي بقعد احط قاعده اف، لو ما حصلش كذا اعمل كذا، لو حصل كذا اعمل كذا، فتلاقي ايه الكود بقى كبير. انما في الذكاء الصناعي مش لازم، هو بيقدر ان هو يتصرف مع نفسه، يتعلم مع نفسه. لو اتعرض لموقف هو ما عرفوش قبل كده يبدا ان هو يتصرف معاه. فهي فكره ايه؟ ان الاله تقدر انها تفكر زي الذكاء او الدماغ البشري. يعني هو هيبقى معايا مثلا في وانا بصمم، فلو اكتشف ان انا في كل منطقه دي مثلا منطقه المطابخ بحط حاجه معينه، هيبدا يحفظ المعلومه دي ويبدا ان هو يبرمج بيها. لو اكتشف ان انا مثلا بحط سلم هروب او بحط شبابيك او بحط ابواب بطريقه معينه، هيبدا ان هو يفهمها ويبدا ان هو يعمل الموضوع ده بعد كده. طيب تاريخ الذكاء الصناعي من زمان جدا، نقدر نقول ان هو من ايام الحرب العالميه الثانيه. كان البريطانيين والامريكان عايزين يعملوا شفره معينه او حاجه معينه عشان يكتشفوا الكود السري اللي الالمان بيستخدموه في حركه المراكب والغواصات بتاعتهم. فهم كانوا عايزين ان هم يعملوا حاجه الكود، الالمان كانوا شاطرين كل يوم بيستخدموا كود جديد. فلو انت قعدت تحل شفره الكود دي كنت بتقعد 10 ايام، يكون الكود ده خلاص اترمى ومبقاش له لازمه خالص. فالان تورينج عمل اله تقدر انها اول ما تسمع كود تقدر انها تقدر تفهم الشفره السريه بتاعته، عن طريق ان هو اكتشف غلطه او في حاجه ثابته، ان هم بيبداوا اي رساله اليوم بكلمه هايل هتلر، فخلاص من خلالها قدر ان هو يكتشف الشفره ديت. وساعتها كان تفكيره ما كانش لسه في كمبيوترات، احنا بنتكلم على سنه 1943. فكان فكرتهم ان الكمبيوتر هيبقى اساسي هو الذكاء الاصطناعي، يعني في دماغهم ان هم لما يعملوا كمبيوتر هيبقى هو الذكاء الاصطناعي. في واحده قريبتي اشترت كمبيوتر يعني من قبليه بكتير، كانت تقريبا مثلا انا اشتريت 98، هي كانت شاريه مثلا 95. كان الكمبيوتر لسه في بداياته بالنسبه لمصر يعني، وهي كانت متصوره ان الكمبيوتر ده جهاز تساله تقول له مثلا ايه الخضار بكام النهارده في عند الحاجه اللي تحت دي اللي هي بتبيع طماطم وبتبيع خيار وحاجات زي كده، فيقول لها في الشارع بتاعها كام؟ لو الشبشب بتاعها ضايع تكتب الشبشب ضايع. لو هي عايزه تروح عند واحده قريبتها تروح تسألها هي قريبتي دي في البيت ولا مش في البيت، يروح قايل لها. هي كان ده تصورها، هو ده تصور ان الذكاء الصناعي يعمل كده. وفعلا دلوقتي بدأ يقرب من حاجات زي كده. فبدأ ان الذكاء الصناعي يبدأ ان هو ايه، يبقى هو الاساس. يعني هم بيفكروا في كده بس مش عارفين يوصلوا له. فبدأوا ان هم يبدأوا ايه، يعملوا كمبيوتر صغير، ويبدأوا ان هم كل واحد بيحاول يفكر ازاي يخلي الكمبيوتر ذكي، ما يقعدش وقت كتير جدا
على ما يفهم المعلومه او يتفاعل مع المعلومه والحاجات دي كلها. فبدا شركه اي بي ام من اول الشركات اللي اهتمت بالذكاء الاصطناعي، كان بالنسبه لهم فكره الذكاء الاصطناعي دوت ان هم يعملوا شطرنج. فعملوا جهاز كده سنه 1997 بداوا يعملوا فكره الشطرنج ويلعبوا شطرنج. دلوقتي الذكاء الاصطناعي ما بقاش هو الشطرنج. ليه؟ لان الشطرنج ليه قواعد ثابته، احنا عايزين حاجه ما يكونش لها قواعد ثابته. مش عايز احنا ما قواعد ثابته يبقى انا بقول له العب 1 2 3، لا انا عايز ان مثلا بنلعب شطرنج ويطلع كوره من النص كده تخش معانا في القصه ديت، تمام؟ عايزين حاجه ما يكونش احنا برمجنا الكمبيوتر عليها. طيب كان ساعتها بقى هو اقصى حاجه بالنسبه لهم الشطرنج، وكان في لاعب شطرنج قوي جدا هو قالوا بس بطل العالم في الشطرنج ده بقى هو بقى اللي يجي يلعب معانا، كاسباروف. فكاسباروف في الاول كسب، فعادي خالص مفيش اي مشكله خالص. اي بي ام قعدت تبرمج تاني وبدا كده بداوا ان هم يلعبوا بطل العالم في الشطرنج والكمبيوتر كسبه. فساعتها كاسباروف اتصدم، ايه ده الكمبيوتر ازاي بيكسبني وفي الشطرنج لعبه الذكاء؟ فقعد يفكر فيها وقال لك احنا احسن حاجه نعملها ودي اللي احنا هنستفاد منها ان احنا نتحد مع الذكاء الاصطناعي. يعني انا هعمل فريق مش مع واحد صاحب انسان، لا هعمل فريق انا والذكاء الاصطناعي واحنا الاثنين نفكر، لكن اللي ياخد القرار هو الانسان. يعني انا دلوقتي مش هقول ايه انا مش هروح للدكتور انا هسال الذكاء الاصطناعي، لا انا هروح للدكتور والدكتور يسال الذكاء الاصطناعي والدكتور هو اللي يديني حل، بحيث ان ممكن الذكاء الاصطناعي مش قادر يفهم حاجه فيديني حل غلط، لا انا لازم اسال الدكتور. لو اروح لمهندس واقول له صمم لي الفيلا دي، هو يستعين بقى بالذكاء الاصطناعي في ان هو يعمل لي تصميم افضل. ما ينفعش ان اروح للذكاء الاصطناعي واقول له صمم لي، هو ممكن يعمل لك حاجه شكلها حلو لكن لا تصلح للسكن مثلا من غير شبابيك. كان في فيلم اللي سمعني سين كان عامل نفسه مهندس وصمم بيت للراجل من غير شبابيك ولا ابواب ولا حاجه خالص، وقال له انت تنزل بالباراشوت من فوق. ده فعلا ممكن الذكاء الاصطناعي يفكر كده؟ اه وهنفهم ليه. يعني هو ممكن فعلا ليه تفكير معين لا ينطبق على ارض الواقع، هو ده تخيله. طيب ألان تولينج اللي هو احنا قلنا اول واحد بدا يشتغل في موضوع الذكاء الاصطناعي دوت، قال لك يا اخوانا عشان نعرف نقول ان الاله دي ذكيه ولا مش ذكيه هنعمل اختبار بسيط، ان هنحط انسان في اوضه والذكاء الاصطناعي في اوضه ونبدا نتكلم مع الاثنين ونحاول نستنتج مين فيهم الانسان ومين فيهم الاله. تقريبا الاختبار ده كان فشل، يعني ما كانش حد قدر يتحداه غير اليومين دول. انت فعلا ممكن تتصل حاليا بمطعم وتطلب اكل وتتكلم مع الراجل وتتنرفز عليه وتشتمه كل ده، وفي الاخر يطلع اللي انت بتكلمه دوت روبوت او يعني جهاز بيرد عليك ولما فيش انسان موجود. فدي حاجه بالنسبه لنا حاجه خطيره جدا. فدي فكره الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يندرج تحتيه علوم كتيره جدا، من ضمنها مثلا التعرف على الصوت، تحويل الكلام لصوت، تحويل الصوت لكلام، حاجه ان يقدر ان هو يشوف الحاجات اللي بتتحرك، تمام؟ يدرك حاجات كتيره جدا في ال NLP ان هو يتعامل مع الكلام والحاجات دي كلها. طيب في لعبه بقى، اللعبه دي يعني اللعبه دي من اقدم الالعاب في العالم، تمام؟ اللعبه دي اسمها ويجي او ويتشي. فاللعبه دي بيقولوا انها ترجع ل 5000 سنه، وهي عامله كده زي ما انتم شايفينها في الصور، قطع بيضاء وقطع سوداء، وشفتها في افلام صينيه كتير بتتلعب بس ما فهمتش منها ولا حاجه خالص. لكن هم بيقول لك انها صعبه جدا لان الشطرنج فيه 20 حركه لكل قطعه. هنا انت عندك 200 حركه لكل قطعه في المكان بتاعها، 200 حركه. فبتعتمد بجزء كبير جدا على الحدس. فهم اختاروا قالوا هاتوا لنا بطل عالم في اللعبه دي، تمام؟ وقال له استعد هتلعب مع الكمبيوتر، قال لهم ماشي. وجابوا الكمبيوتر، المبرمجين نفسهم مش عارفين قواعد اللعبه، يعني عكس الشطرنج، عكس الشطرنج عارفين ان الحصان بيتحرك مثلا حركتين وكسره وحركه، الوزير مثلا بيتحرك في سامبوكسه وبيتحرك افقي وراسي. هنا انا مش عارف القواعد، اعمل ايه بقى؟ قلت للكمبيوتر العب مع نفسك، العب مع غيرك، العب مع نفسك وشوف هتكسب ولا لا. اتفرج على المباراة اللي فاتت، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، اتعلم انت وشوف الناس بتلعب ازاي، وخلوا الكمبيوتر يفهم اللعبة ديت، تمام؟ يعني المبرمج ما عندوش القدرة ان هو يقول له العب ايه، تمام؟ وبعد كده في المباراة الحقيقية هم بيلعبوا، كان الانسان الشخص الصيني ده لعب الحركة رقم 36 وقال لك انا هخرج اشرب سجاير، تمام؟ وخرج فعلا شرب سجارة. انا شفت الفيلم فيديو بتاع الشطرنج وبتاع جاري كاسبرو،
التسجيلات الحقيقيه. فرجع فالكمبيوتر لعب حركه اسمها الحركه 37. الحركه 37 دي كتب فيها، يعني لعب حركه هو مش متدرب عليها ولا قالوا له عليها ولا حد لعبها قبل كده، ما اتعلمهاش من حد، ما شافهاش في ولا مباراه قبل كده. هو لعب الحركه من هنا، فالشاب السن اللي قدامه سكت كده، الحركه دي غلط، الحركه دي معناها ان انت هتنهزم. فبقى فرحان ان هو خلاص ضمن الفوز، فلعب اكتشف ان الحركه دي كانت حركه خدعه، ومن خلالها الكمبيوتر هو اللي عرف يفوز. فدي كانت حاجه صدمه، زي مثلا لما بنلعب شطرنج ونضحي بالوزير في مقابل ان احنا ناكل الملك فناخد نكسب الدور. كانت حركه ما حدش علمها الذكاء الاصطناعي، لكن هو عملها وكسب بيها، فدي كانت حاجه مبهره بالنسبه له. دي امثله للذكاء الاصطناعي، دي امثله للذكاء الاصطناعي. عندنا مثلا السيارات ذاتيه القياده، طول ما ماشيه مثلا بتدرك كل اللي حواليها، وبتقدر انها تتفاهم معايا، وبتقدر تعرف ان ده انسان، بتعمل معالجه لجيجا في كل ثانيه. الجيجا دي عباره عن فيديوهات وصور، وفي حد بيتحرك هنا، وفي اشاره مرور هنا، وفي واحد عايز يعدي، والحاجات دي كلها. لو احنا برمجناه في امريكا، تمام، وجي عندنا بلادنا، تمام، واكتشف لقى مثلا توك توك هو ما اتبرمجش عليها، فيقعد فتره لحد ما يبرمج هو نفسه عليها من غير ما حد يقول له حاجه، ويبدا ان هو يتفاعل معاها. فانا ما علمتوش الحاجه دي، بس هو فهمها من خلال ان هو بدا ايه يراقب الشارع. فهو لما ينزل مصر مثلا هيكتشف مثلا ممكن مثلا عربيه كارو مثلا عزكم الله، يكتشف نوع جديد مثلا من الاشارات. لما يروح مثلا اماكن معينه من ناس بتعدي مثلا من غير اشاره، يعني يبدا يكتشف ايه الحاجات اللي مختلفه، اي حاجه جديده هو يبدا يتفاعل معاها. طيب الذكاء الاصطناعي ده المظله الكبيره اللي كل حاجه تحتيها، من ضمن الحاجات دي التعلم الاله، ده جزء صغير من الذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي ده الامبريلا او المظله الكبيره، ويندرج تحتيها تعلم الاله، وجنب تعلم الاله هتلاقي حاجات كتيره جدا لا حصر لها. تعلم الاله عباره عن ايه بقى؟ ان هو يقدر يتعلم مع نفسه حاجات انت ما قلتهالوش، يبدا ان هو يحلل البيانات، ويبدا ان هو يتفاعل معاها، ويبدا ان هو يتعلم منها. طيب على سبيل المثال هنتكلم على 3 انواع، وفي انواع كتيره، لكن هو اكتر حاجات فيهم السوبرفايزد ليرنينج والانسوبرفايزد ليرنينج والريينفورسمنت ليرنينج. السوبرفايزد ليرنينج انا هبدا اقول له دي كذا ودي كذا ودي كذا، يعني هقول له مثلا دي مباني، ودي مثلا شقق، ودي مثلا حوائط كذا، ودي مثلا هستخدم فيها اسلوب الانشاء كذا، ابدا ان انا اعرفه كل حاجه. الان سوبرفايزد ليرنينج انا بديله معلومات وهو يبدا يحاول يوجد الحاجات المشتركه بينهم. الان سوبرفايزد ليرنينج انا هديله كميه كبيره جدا من البيانات واقول له فسرها، يعني السوبرفايزد ليرنينج هديله صور قطط وصور كلاب، واقول له دي صور قطط ودي صور كلاب وفرق بينهم. الان سوبرفايزد ليرنينج هديله صور كلها واقول له حاول تكتشف مجموعات، فيبدا يقول لي دول قريبين من بعض ويقول له اسمهم ايه، ودول قريبين من بعض ويقول لي اسمهم ايه، وانا احفظهم بعد كده. طيب عندنا حاجه بس اسمها reinforcement learning، ان انا بديله لعبه وهو بيلعب فيها، وبقى مع اللعب يبدا بقى ايه يخسر حاجه فيعرف ان دي غلط ما يعملهاش، يكسب حاجه فيعرف ان دي حاجه ممتازه ويبدا ان هو يركز عليها ويحاول ان هو يعملها تاني. طيب ناخد امثله. السوبر فاست ليرنينج هدي له اقول له ان ده تفاح، واقول له شكله كذا، وادي له حاجات كتيره هو يبدا ان هو يعرف ان ده تفاح. الان سوبر فاست ليرنينج هدي له تفاح وموز واقول له خد دول كلهم واتعرف بقى عليهم. ممكن مثلا ادي له بيوت، ممكن اديله حاجات مثلا هندسيه وابدا اقول له مثلا خلي بالك ان دي نوعها كذا، دي كوميرشال، دي ريزيدنشال، وهو يبدا ان هو يفهم. الانسوبرفايزد ليرنينج هديله صور كلها واقول له ايه حاول تحطهم لي في مجموعات، شوف الحاجات المشتركه. على سبيل المثال مثلا ده برنامج اسمه لوبي، ده انا شغال بيه ومسطبه عندي على الجهاز، وسايب لكم فيديو كنت شارح فيه الحاجه بتاعته. ده عباره عن ايه؟ اديته مثلا في مره من المرات بقيت اشرب قهوه واصور نفسي وانا بشرب قهوه،
وبعد كده اصور نفسي وانا ما بشربش قهوه، تمام، وابدا اقول له ده انا ما بشرب قهوه وانا ده انا ما بشربش قهوه، فيبدا ان هو بقى يفرق بينهم. ولو انا مثلا بدات اقول له طب انا دلوقتي بشرب قهوه ولا لا، واخد كوبايه يقول لي ما تشربش قهوه، وهكذا. دي مفيده في ايه؟ مفيده مثلا الماسك مثلا، ببدا ان انا اقول له لو حد مش لابس ماسك الكاميرا شغاله، لو اي حد مش لابس ماسك اديني تحذير، لو انت شفت من اي حد الفم والانف يبقى كده في غلط ولازم تديني تحذير. مثلا في ناس عملوه في الامراض بتاعه النباتات، اول ما يلاقي تصور انت الصوره هو اوتوماتيك لو لقط اي حاجه غلط يبدا يقول لك خلي بالك ان في نوع من الامراض اسمه كذا وخلي بالك من الموضوع دوت، تمام. طيب ده مثلا موقع، الموقع ده يعني لو في طفل صغير يقدر ان هو يبرمج بيه، مش محتاج منك برمجه واكواد، يعني الحاجات دي لو بتتعمل مثلا من سنه كان فعلا الموضوع صعب جدا، لا ده معمول بسهل جدا للاطفال. انا هتلاقي فيديو انا شرحه، موضوع سهل جدا وبسيط، بديله بيانات واقول له مثلا دي بيانات كذا، بيانات مثلا القطط وبيانات كلاب مثلا، ويبدا يفرق بينهم، بيانات عربيات وبيانات مثلا موتوسيكلات، وهو يبدا يفرق بينهم، هنا مثلا في الصوت، هنا في الحركه، ويبدا يراقب مثلا حركه ويقول لك اذا كانت الحركه صح او غلط او كذا. عملت فعلا التجربه ديت، بنعمل ايه؟ بديله مثلا 80% من الداتا اللي عندي، 80%، واخلي 20% تجربه ان انا هجرب فيهم او ادربه عليهم. فبعد ما بياخد 80% ويبدا يتاكد ان فعلا المعلومات قسمها صح، ابدا اديله حاجه هو ما خدهاش قبل كده، يعني اديته مثلا صوره قطه ما كانتش موجوده معاه قبل كده، فيبدا ان هو يستنتج ان دي صوره قطه، ويبدا يقول لي مثلا دي صوره قطه بنسبه كذا. زي كده مثلا المكنه اوتوماتيك بتبدا تشوف وزن الحاجه فتقدر انها تفرق، يعني لو عندنا كميه كبيره من السكر والملح مثلا المكنه تقدر تفصل ده عن ده. ممكن مثلا، ودي ناس فعلا عملت حاجه زي كده، ان مجرد ان انت تدي له معلومات مبنى يبدا يقول لك السعر بتاع المبنى ده كام، يعني بناء بقى على الحجم بتاعه، عدد الغرف، مساحه الجراج، تاريخ البناء بتاعه، الموقع بتاعه في شارع كام، يبدا يقول لي التاريخ بتاعه كام. طيب جوه بقى الماشين ليرنينج في حاجه اسمها التعلم العميق. التعلم العميق ده عباره عن ايه؟ ان انا كان عندي في الذكاء الاصطناعي في التعلم الالي كان بيبقى عندي حاجات بتستقبل المعلومه وتعالجها وتخرجها، انا برضو يبقى عندي نفس الفكره، انبوت ومعالجه واخراج، لكن الاخراج المعالجه دي هتبقى عباره عن طبقات كتيره. يعني ايه؟ خلينا نفهم فكره الطبقات، ودي اللي موجوده في الخلايا العصبيه بشكل اقوى، يعني الذكاء الاصطناعي اقل بكتير جدا من الخلايا العصبيه اللي موجوده عند الانسان. نقدر ان احنا مثلا نعتبر ان هتبقى بالشكل ده كده مثلا، اهو بدل ما هي المعلومه هنا والاستنتاج هنا، هتبقى في خلايا كتيره جدا في النص كده. دي ليه؟ عشان تعالج البيانات بشكل اقوى. فانا نفسي ما اعرفش هو اللي يوصل للقرار ده ليه، يعني المبرمج نفسه في خلايا كتيره جدا واحطها في النص عشان يبداوا يستنتج الحاجه ديت، فهو نفسه مش عارف ليه الذكاء الصناعي خد القرار دوت. ودي تنتج خطوره التعلم العميق. يعني التعلم العميق ممكن مثلا يدي لي قرار، لو انا اديته ايه؟ السيطره على كل الاسلحه اللي موجوده في البلد، هو خد قرار كده ان انا هضرب الدوله الفلانيه دي او هضرب البلد اللي انا فيها، فممكن يدمر البلد، هو اقتنع بكده. زي ما كان في فيلم كان حماه المجره، وكان في واحد اسمه مالتوس بيحاول ان هو يدمر نص الكوكب على اساس النص الثاني يعيش بشكل حلو ويبقى عنده وفره في الانتاج والحاجات دي كلها. عجب الناس كتيره تبنوا الراي بتاعه ان احنا لازم نموت نص البشريه عشان النص الثاني يعيش. فلو الذكاء الصناعي تبنى الفكره دي هتبقى حاجه كارثه يعني. فعشان كده لازم نكون حريصين جدا ونبقى فاهمين هو خد القرار ده بناء عليه. يعني كان في صوره كلب شبيه قوي لديب، الاثنين يعني نوع الكلب ده مع نوع الديب ده، الديب القطبي قريبين قوي من بعض، يعني حتى الناس المحترفين ما بتعرفش تفرق من الصور. فلما ادي صور للديب ليرنينج قدر يفرق. الديب ليرنينج عمل ايه؟ بدا يحلل الصوره ويبص على الخلفيه، قال لك لو كلب يبقى الخلفيه بتاعته صوره بيت، لو ديب فاكيد الخلفيه بتاعته هتبقى جليد ومنظر طبيعي وحاجات زي كده. ففعلا قدر ان هو يفرق لكن من خلال شيء غريب. فالديب ليرنينج بيبقى فيه طبقات كتيره مخفيه، هيدن لاير موجوده احنا مش حاسين بيها.
طيب نيجي بقى لحاجه اسمها التعلم المعزز اللي احنا اتكلمنا فيه، اللي هو عباره عن ايه؟ هدخله يلعب اللعبه وهو بقى مع نفسه، يعني هدخله يلعب لعبه ماريو وانا مش مدربه على لعبه ماريو، هو بقى يكتشف ان هو مثلا لما بيلمس حاجه بيظهر خلاص بيتجنبها، ولما يلمس حاجه بيكبر وبيكسب نقط، خلاص يبقى هعمل كده. فهو خلاص اتبرمج عليها، والموضوع سهل جدا وبسيط، خلاص اتبرمج على العصايه والجزره ويلعب اللعبه دي. دي لعبه تانية ما برمجوش على الكمبيوتر برضه، اقول له خش العب، عباره عن العصايه دي الكره بتنزل تاخد في العصايه تطلع، فهو وقف في مكانه ما عرفش، فلا ان هو خسر لان الكره ايه لمست دخل الجون، فبدا يعرف ان هو لازم يصدها، وبعد كده بدا يتعلم كذا تقنيه بحيث ان هو يخلص اللعبه في اقصر وقت. ده شكل الخلايا العصبيه اللي موجوده في الكمبيوتر واللي موجوده في الانسان، وهم بيحاولوا يقلدوها في الكمبيوتر بالشكل دوت. تمام، يعني خلينا نصغرها لكم وبعد كده ايه نرجعها زي الاول. طيب احنا عندنا في الاول خالص هيبقى العادي ان بيبقى عندي حاجه مدخلات بالشكل دوت ومخرجات بالشكل دوت، ممكن المدخلات تبقى كتيره شويه ومخرجات تبقى كتيره شويه. يعني هو بيبدا مثلا يشوف صوره الكلب فيكتشف مثلا الحجم بتاعه، شكل الودان، شكل الديل، شكل كذا كذا كذا. طيب امتى بقى يبقى تعلم عميق؟ لو انا زودت الليارات اللي في النص بالشكل دوت كده، كل معلومه هيبدا ان هو يحللها بشكل حلو جوه، ويبدا يديني المعلومات في الاخر بتبقى بشكل عميق، يعني بدل ما بياخد الحاجه بس كده منظر عام، لا بدا يحلل كل حاجه وبياخد وقت في التحليل لكن بيطلع لي نتيجه قويه جدا. فالتعلم العميق ممكن يعرف حاجه احنا نفسنا ما نعرفهاش، يعني التعلم العميق مثلا قدر يكتشف ان في نقطه صغيره في حدقة العين يقدر من خلالها بس يقدر يفرق بين ده رجل ولا ست. طيب تعال بقى ندخل في التطبيقات بتاعت الذكاء الاصطناعي. هنلاقي ان احنا فعلا في الشغل بتاعنا نقدر نستعين بحاجات كتيرة جدا، ونقدر ان احنا نطلع شغل هايل جدا. على سبيل المثال من 20 ساعة تقريبا جوجل اعلنت عن حاجة خطيرة جدا، تمام، ويعني نزلتها والناس وافقت عليها من غير ما تفهم ايه اللي حصل، اللي عبارة عن ايه. احنا عارفين جوجل بارد اللي هو منافس للذكاء الاصطناعي، حد اشتغل على جوجل بارد ومسته ان هو يعني ابديتد وفي نفس الوقت مجاني، ففي شوية مزايا حلوة. حد اشتغل بيه جوجل بارد؟ انا اشتغلت عليه هندسه. تمام، هو جميل جدا ولذيذ. نزل تحديث ليه امبارح، عباره عن ايه؟ بيقول لك انا هيبقى ليا الامكانيه ان انا ادخل على الحاجات بتاعتك على جوجل درايف وعلى الايميل وعلى الملفات الشخصيه بتاعتك، بحيث لما تسالني سؤال اجاوب من خلال الحاجات ديت. تمام، فالحاجه دي حلوه ولا وحشه؟ يعني لما اساله مثلا انا عايز اكل حاجه معينه يقول لك لا خلي بالك انت جاي لك رساله من الدكتور وبيقول لك ما تاكلش مثلا حاجه فيها سكريات. تمام، خلاص هو من حقه ان هو يدخل على الملفات الشخصيه بتاعتك تقول له مثلا ايه انا عايز مثلا افكر اعمل رحله الاسبوع الجاي، يقول لك خلي بالك ان الحساب بتاعك لا يسمح، الفلوس اللي معاك، يعني جاوبك على حاجه خاصه جدا بيك، يقول لك خلي بالك ان يوم الثلاث انت المفروض هتقابل فلان، اذا انت عرفت منين؟ او ما هو بعت لك ايميل وانت وافقت ان انت تقابله. الموضوع فعلا رهيب، يعني انت بتكلمه يقول لك ايه والله انت المره اللي فاتت سافرت على الطيران مصر الطيران ولقيته حلو، بلاش نحجز على المطار دوت، بيجاوبك اسئله خاصه بك انت. يعني ممكن تقول له ايه والله اعمل لي السي في، وانت بتعمل السي في يقول لك خلي بالك انت في تضارب في التواريخ، انت في الشهر ده انا عارف ان انت كنت شغال في شركه كذا مش في شركه كذا. فالموضوع خطير، الموضوع فعلا ان هو يتحكم في كل حاجه. الذكاء الاصطناعي فعلا هيبقى حاجه يعني مش مجرد بيساله اسئله عامه، لا ده اسئله خاصه، يعني هيبدا يقول لك خلي بالك من نقط معينه، يعني ربنا يستر. طيب دي مثلا احنا لسه ما هنبدا المشروع بنفكر، عندنا حاجه اسمها شات جي بي تي، تقدر ان انت تخش وتساله وتقول مثلا فكر فكره مشروع،
يعني انا في الفتره اخر الفتره الاخيره دي كنت مثلا شغال في مشاريع ليها علاقه بالهند، تمام، مشاريع هنديه تعمل في قطر، في مستشفى يعني، حاجه كده يعني، مدرسه، سفاره، حاجه زي كده يعني. فانا عايز افهم حاجات في العماره الهنديه، فبدات اساله طب ايه رايك في التصميم الفلاني، اديله صوره طب قارني بين شكل القبه الهنديه مع القبه المصريه، طب النجمه اللي موجوده في العلم الهندي بتمثل ايه، المغزل بتاع غاندي مثلا. فبدا يديني فهم العماره بحيث ان انا اقدر ان انا اصمم حاجه كان انا هندي اصلا، كان انا متشرب بالروح الهنديه، تمام. فده من ضمن الحاجات، وشات جي بي تي زي جوجل بارد، زي محرك البحث بينج اللي هو بتاع مايكروسوفت، مايكروسوفت مستثمره في اوبن شات جي بي تي، فانت لما بتسال بينج فانت بتسال شات جي بي تي، لكن هو ممكن بيهندل لك الموضوع شويه او يظبط لك الموضوع شويه. كوبايلوت ده بقى موجود في الاوفيس، مايكروسوفت اوفيس بقى فيه كوبايلوت، عباره ان انت في اي لحظه تعلم على جزء وتقول له ايه طب جاوب، فهو يبدا ان هو ايه يكتب ويتعامل والحاجات دي كلها. وده بقى موجود بالمناسبه مع الجوجل درايف، ان انت في اي لحظه ممكن تقول له طب اعمل لي كذا اعمل لي كذا. طيب بما ان احنا فاتحين دوت، هتلاقي مثلا اكستنشن، انا ممكن اقول له ايه ماجيك سلايد. يعني ايه ماجيك سلايد؟ يعني خد البي دي اف ده وحوله لي لعرض تقديمي، خد ملف اليوتيوب ده واعمله لي عرض تقديمي، خد الموقع ده اليو ار ال واعمله لي برزنتيشن. يعني البرزنتيشن اللي انا عامله لكم ده استعنت فيه بالذكاء الاصطناعي، تمام. في برضه ايه تاني، سلايد اي اي، بقول له ايه اعمل لي جنريت سلايد، يقول لي طب اختار الموضوع، هقول له مثلا اعمل لي موضوع عن النظافه، يبدا بقى يعمل لي موضوع كاملا من اوله لاخره، مجرد بس ان انا هقول له الكلمه واحده بس، هو يبدا ان هو يعمل لي كل حاجه. سلايد اي اي يعني عندك عرض تقديمي؟ اه طيب ماشي. طب هو بيقول لي بقى عرفني عن نفسك عشان اعمل لك حاجه مناسبه ليك، مثلا انا طالب، طب هتستخدم قد ايه، طب الاوبشن، تمام. تبدا بقى تقول له انا عايز اعمل العرض التقديمي كاملا بدون اي نقص خالص، يبدا ان هو يعمله لك. فكانت حاجه رهيبه، انا نفسي انبهرت ان انا عشان اعمل، انا استعنت بيه فعلا بشكل جذري او بشكل مهم جدا. كان عندي عرض تقديمي عن التعامل مع القمامه او عزكم الله المخلفات بالذكاء الاصطناعي، فقلت له طب هات لي بقى افكار بقى عشان ايه تظبطها لي، فراح مظبط لي الحاجات دي. فانا البرزنتيشن دي انا بعتها للمهندس احمد، فيها مواقع كتيره جدا، عندنا مثلا شات جي بي تي اللي احنا عارفينه، فيسبوك عاملين حاجه اسمها ميتا، عاملين حاجه اسمها لاما، في جوجل بارد، في بو ده خطير، في بيوصلك بكذا موقع بالذكاء الاصطناعي في نفس اللحظه، فدي الميزه اللي فيه، تمام. بيقول لك انت عايز تشغل باني شات جي بي تي، وعنده بوبلر بوت، ممكن تخش على ميدجورني، ممكن تخش على مواقع كتيره جدا اهو، قول له بس انا عايز اني بوت فيهم، وعندك شات جي بي تي 4، عندك جوجل بالم، عندك لاما، عندك سولار، عندك حاجات كتيره جاهزه ان انت لما تساله سؤال يبدا ان هو جاوب، وتقدر تسال من خلال الصوت. فدي من ضمن حاجات الذكاء الصناعي، ان انت عايز افكار فتبدا ان انت تساله فيبدا ان هو يتجاوب معاك، ويديك افكار كان عندك موسوعه، كانك بتسال حد متخصص في الحاجه دي. طيب عندنا مواقع متخصصه في انها تعمل الصور، بمعنى ايه؟ اشهرهم طبعا ميدجورني، بس ميدجورني بقى بفلوس، فخلينا ندور على بدايل. عندنا موقع اسمه ليوناردو، ده موقع من المواقع الجميله جدا، في موقع اسمه ديل اي، ده برضو من المواقع القويه، اكتب له اي حاجه انت تفكر فيها هو يبدا ان هو يعملها لك. على سبيل المثال مثلا الموقع ده انا استخدمته كتير جدا في الشغل بتاعي، ممكن مثلا عندي صوره معينه واقول له ايه المبنى دوت عايزك تحط لي حواليه شجر، هو اوتوماتيك يحوله لي. استخدمته في حاجات كتير معماريه، اكتب له اي تكست انت عايزه هو يبدا يعمل لك الصوره، مثلا ايه بيلدينج. طيب ممكن تقول له بيلدينج وتسكت، لا لازم تدي له وصف، مثلا ارابيك بيلدينج، تمام.
لايك وتديله وصفة مثلا للبيت دوت ان جرين اريا بس كده. ابدأ اكتب له وصف البيت اللي انت عايزه بالظبط هو يبدأ ان هو يعمله لك، ولما يطلع لك تقدر ان انت تعدل فيه زي ما انت عايز. في مثلا خاصية ان انت تتعلم على الصورة وتقول له كبر لي او هات لي اللي حواليها. لو جيت تبص كده مثلا كان عندي صورة وقلت له طب دي مثلا هيجيب لك شوية بيوت، ابدأ انت عدل فيهم زي ما انت عايز. مثلا هوريك حاجة، دي صورة مثلا، دي الصورة الأصلية، قلت له ايه طب حط لي بقى ايه كراسي هنا مثلا، زود لي كراسي، زود لي شبابيك، او زود لي مثلا كراسي بالشكل دوت. بيعمل لك 4 صور، وما عجبتكش يقول له اعمل لي صور تانية يعني ببلاش مفتوحة، حط لي مثلا فلاور، فبدأ يحط كذا حاجة وانت تبدأ تختار. هنا قلت له مثلا اعمل لي قطة معاها تفاحة، فبدأ ان هو يعملها لنا. هنا مثلا قلت له حط لي واحد بيقرأ كتب، دي اسمها برومت انجينير، يعني مجرد ان انت تكتب تكست يبدا ان هو يعمل لك الحاجات ديت. وفي شركات كتيره بتبقى طالبه حد متخصص في القصه دي، ان هو يعرف يكتب برومت قوي يقدر ان هو يسال الذكاء الاصطناعي. طيب ايه الموقع التاني؟ في ليوناردو كويس، انا سايب لكم مواقع كتيره تقدر ان انت تجربهم وتشوف انهي واحد فيهم اللي انت تستريح له. ده برومت، او انا مثلا بدل ما قلت له مثلا اكتب لي شعر عن الزرافة، لا ممكن اقول له اكتب لي 50 كلمة شعر عن طول الزرافة وعن جمالها وعن ارتفاعها وهكذا. تبدأ بقى تديله شوية كلام بحيث ان هو يدينا حاجة كويسة. في موقع اسمه تنسور دوت ارت، ده انا بستخدمه كتير جدا في موضوع المباني. في مودلز كتيرة جدا، في طرق كتيرة جدا، يعني ممكن تقول له انا عايزها ايزومتريك، عايزها كذا كذا، فيبدأ ان هو يعمل لك اللي انت عايزه. ده محرك بحث، يعني في صور كتير قوي، فتقول له مثلا انا عايز صور اللي بتتكلم مثلا عن لبنان، فيبدا يجيب لك كل صور بتتكلم عن لبنان، عن مصر، تمام، يبدا يجيب لك كل الصور اللي اتعملت بالذكاء الصناعي. تقول له سيرش، يعمل سيرش، تقول له جنريت، يبدا يكون لك صوره جديده، وممكن ترفع له صوره عندك ويبدا يدور عليها. دي صور كلها ليها علاقه بمصر. ممكن الصورة زي دي تقف عليها وتشوف ايه التكست اللي اتكتب عشان يتعمل بيراميدز والجيزة وهكذا، تبدأ تشوف ايه الكلام اللي مكتوب. ده برضو من ضمن المواقع. في موقع بقى بتكتب 2D تعمل لك 3D، يعني تقول ايس كريم يجيب لك 3D ويلف لك حواليه. طيب شركة ادوب عاملة حاجة جميلة جدا، ادو فاير فلاي، ودخلت الذكاء الاصطناعي في كل البرامج بتاعتها. يعني في الفوتوشوب بتلاقي بقى موجود الذكاء الاصطناعي، في ادوب بريمير، في الاستريتور. على سبيل المثال مثلا في قصيه اسمها جنريتيف فيل. جنريتيف فيل اللي عباره عن ايه؟ حد مثلا لابس قميص، هتعلم على القميص ده وتقول له لا اقلبه لي جاكيت، لا خليه يلبس لبس عربي، هندي، امريكي، يبدا ان هو يعمله لك. فده بقى جزء من الفوتوشوب. في تكست افكت، تكست افكت ده خطيره، انا كتبت له اسمي وقلت له اعملها لي على شكل فرعوني، فراح كاتبها بقى على شكل مفتاح الحياه والحاجات دي كلها، عمل صوره جميله جدا. وممكن تقول له اعمل لي مثلا، اديك برومت وحول له صوره، يبدا ان هو يعمله لك. هديك صوره وانت حاول تبني لي صوره حواليها، يعني تقول لي مثلا لو الصوره دي الكادر وسع كان المفروض هيطلع معايا ايه في الصوره. فده بقى اساسي، يعني بعد في ايام هتلاقي الاوتوكاد والريفت والحاجات دي كلها بقى فيها ذكاء اصطناعي. دي الذكاء الاصطناعي لارج لانجوج موديل في اوبن اي اي. طيب في برضو مثلا لو انت عايز تتكلم بالعربي او تكتب بالعربي، في موقع اسمه كاتب، ده بتدخل فيه وتقول له اكتب لي مقاله او اكتب لي موضوع او اكتب لي ايميل، احنا عايزين نتكلم عن حاجات بتاع شغلنا. انا فعلا قلت له مثلا اكتب لي ايميل لشركه من الشركات بمناسبه كذا او اعتذار عن كذا. فبدل ما كنت اقول له مثلا انا اسف مش هقدر احضر الاجتماع، اداني عريضه كامله، اداني 10 سطور كده ككلام عن ان انا مثلا مش هقدر اجي، وان يا ريت نحدد ميعاد تاني، وانا اتمنى ان احنا نتقابل في اقرب وقت وحاجات زي كده.
فموقع كاتب ده عامل زي شات جي بي تي بس بالعربي، ولو اديته سؤال بالانجليزي هيجاوبك عليه، ما فيش مشكله هيجيب لك المقاله بالانجليزي. طيب لو دخلنا بقى في المشروع نفسه وعايزين نبدا ان احنا نصمم فيه، ده بقى موقع جميل جدا اسمه تيست فيت. تيست فيت ده عباره عن ايه؟ هتدي له قطعه الارض وتقول له اعمل لي التقسيمه بتاعتها، فيعمل لك التقسيمات بالشكل الجميل دوت. شرحناه في اكتر من فيديو، الموضوع سهل جدا وبسيط وسحري. يعني بيديك، يعني احنا مثلا لو هنشتغل بالطريقه التقليديه من غير ذكاء صناعي، فانا كل لقطه من دول هاخد فيها مثلا يوم كامل اعملها، وبعد كده اعمل لها الاناليسيس بتاعتها وابدا اشوف مثلا اني انسب حراريا وراحه نفسيا والحاجات دي كلها، وابدا اقارن بينهم الحاجات دي كلها. هو اوتوماتيك هيبدا ان هو يعمل 20 30 تصميم 100 تصميم، ويبدا ان هو يوريهم لك ويبدا يقارن بينهم، وانت تقول له مثلا اهم حاجه بالنسبه لي النقطه الفلانيه، فيبدا ان هو يركز عليها. لما تجربه ما تصدقش يا اخوانا ايه اللي بيحصل ده، ايه الذكاء الرهيب ده. اي حته ارض على شكل مثلث مثلا تديها له، يعمل لك تصاميم كتيره، وكل تصميم فيهم يعمل الدراسه بتاعته ويبدا يقول لك افضل حاجه ليها ايه. طيب بعد كده هنلاقي حاجه مثلا ارش تيستر، برضه نفس الفكره، اي قطعه ارض. طب لو عملناها فيلل، لو عملناها ابراج، انا الاحسن، انا اللي هكسب وهكذا. طيب تعالى بقى ندخل على كونكس، وده انتاج عربي معمول مصري. ده موقع خطير جدا، انت بتحدد قطعه الارض اللي موجوده، تمام؟ ممكن ان انتوا تاخدوا الرابط وتبدا ان انت تخش على الموقع كونكس.اي، بيديك قطعه الارض ويبدا ان هو يحدد مكانها، وبعد كده يعمل لك اكتر من تصميم ويشوف لك افضل التصاميم، ويديك مثلا 20 تصميم ويقول لك اختار بينهم، وانت تختار يقول لك طب حمله اوتوكاد. بعد ما تحمله اوتوكاد عندك على الجهاز، عدل وارفعه تاني، هو يروح اوتوماتيك ياخد التصميم اللي انت عايزه ويديهولك بقى بالدايمنشن بالابعاد بالفرنتشر بكل حاجه. فموقع كونكس موقع عربي جميل، يعني ان شاء الله تجربوه يعجبكم ان شاء الله. طيب في محاكيات كتير خاصه بالجيوغرافيك سيرفي، زي مثلا دوت جيت اوبو، بيبدا ان هو يعمل خوارزميه، يقدر تحدد له اي مكان يبدا ياخده ويحوله لك لبيم. يعني تحددت مثلا منطقه معينه بالذات في اوروبا، هيديك تحدد له مثلا انا عايز المنطقه دي، يبدا ان هو يديها لك 3 دي، تقدر تدخلها جوه البيم، تقدر تدخلها جوه الاركيكاد الريفت، كل البرامج دي تقدر تحمل الموديل ده 2 دي و3 دي. طيب ده موقع جميل اسمه هايبر، عباره عن الموقع دوت. الموقع دوت اول ما تدي له المبنى 3 دي يبدا يعمل لك كل الاناليسز اللي موجوده، يعني تعتبر فيه 100 اناليسز، حاجات خاصه بالشمس، حاجات خاصه بالظل، حاجات خاصه بالاتفاق، حاجات خاصه بالسايد ديفلوبمنت، بالضغطات، حاجات خاصه. كل الدراسات دي بتتعمل في ثواني على الاجهزه بتاعتهم، ويبدا ان هو تقدر انت تحملها. ده موقع خطير قوي اسمه سبيس ميكر، ده تبع اوتو ديسك، فانت بتقدر تاخد الموديل من الريفت ترفعه عندهم، وبعد ما تخلص تقدر تاخد الموديل من عندهم تدخله جوه الريفت عادي. هو بيحدد لك المكان ويديك اكتر من اقتراح، ويعمل لك دراسه للضوضاء، الضوضاء دي هتبقى واصله لاني مباني اللي مثلا على الشارع، هتبقى شايف مثلا الاهرامات، شايف النيل، شايف المناره، ايه الاماكن يعني، هتحدد نقطه وتقول لهم ايه المباني الشبابيك اللي فيها، تشوف المكان دوت، فيبدا ان هو يديها لون معين، يعرفك ايه الحاجات اللي هي هيقدر ان انت تشوفها. طيب ده موقع مثلا اسمه تول كوف، بيدرس لك الاشعاع بتاع الشمس بحيث تعمل دراسه لو انت عايز تحط الواح شمسيه، او عايز تعرف ان تصميم الشمس هتدخل بشكل طبيعي لقلب المبنى. ده برضو ماكت اي اي، بيبدا يديك تصاميم كتيره جدا، يوفر لك وقت بدل ما تاخد وقت في التصميم. ديجيتال بلو فوم، ده برضو ده اونلاين، يعني ما بيحتاجش انت تروح خالص، ممكن تجربه لمده 7 ايام. منصه بتخليك ترفع الموديل ويبدا يعمل لك الدراسه لكل حاجه خاصه بالمبنى، الظلال، الرياح، كل حاجه، وسهل جدا ان رايت كليك يطلع لك قائمه تقدر تختار منها افضل تصميم انت عايزه. اقول له مثلا عايز اشوف مثلا حاجات خاصه بالسي او 2، فيبدا يعمل لك الدراسه فيها. طب لو غيرت التصميم السي او 2 هيبقى عامل ازاي؟
ففي حاجات كتير جدا خاصة بإن أنا أكون حاجات صديقة للبيئة. AI generative design بتحدد رايت كليك بيديك القائمة دي تقول له أنا عايز دراسة مثلا للـ CO2، عايز دراسة للرياح، عايز دراسة للشمس، يبدأ يعمل لك الدراسة. ده عامل زي شات جي بي تي بس خاص بالمباني، يعني تقول له انا عايز مبنى من 5 ادوار وفي 20 غرفه، يبدا ان هو يعمل لك التصميم بتاعك من خلال التكست اللي انت تكتبه. يعني اكتب له تكست مثلا هنا انا عايز بيت فيه 1 بيدروم اند 1 باث روم، يروح عامل لك الديزاين 3 دي بالشكل دوت. تمام، انت بتكتب له التكست هو يبدا يعمل لك الحاجات دي. لسه دي ما اتعملتش بس لسه بيوعد بيها، ان انت بعد ما تخلص المبنى يعمل لك دراسه للدي لايت، يعمل لك حاجات خاصة بسان هاوس سان اورز، كل الحاجات الخاصة بالدراسات البيئية هيعملها على المبنى اللي اتعمل. هو لغاية دلوقتي بس بيدينا المبنى 3 دي، وده أظن كافي. ده موقع برضه بتدي له تصميم المكان، تدي له الأرض بتاعتك ويبدأ يعمل لك كذا تصميم، ممكن مثلا يطلع لك برجين أو برج، ويبدأ يقول لك الدراسة بتاعتهم وانا واحد فيهم اللي هكون هكسبك فلوس. طيب خلينا نشوف ايه الحاجات الجميلة هنا. مثلا ده تصميم بيبدأ يقول لك مثلا لو في حريقة والناس كلها بتجري، او في زحمة او كده، الناس المسارات بتاعت الناس بتبقى عاملة ازاي. وده مستخدم في الحرم، بيدرسوا مثلا لو حصل زحمة الناس المسارات الناس تمشي فيها ازاي، الحاجات دي كلها. وملاعب الكورة طبعا بيبقى فيها الدراسات ديت. ده موقع جميل جدا اسمه كو هوم، الموقع ده ممتاز. كل حاجة هتلاقي ان شاء الله الشرح بتاعها في البرزنتيشن. الكو هوم ده عبارة عن ايه؟ تقدر تقول ان هو 3 دي ماكس بس اونلاين، يعني خفيف جدا سريع. بتدخل تقول له انا هصمم، تبدأ تصمم وتقول له اعمل ريندر، ففي ثواني بتلاقي الريندر طلع لك بالشكل دوت. تمام، ممكن تبدا من غير حاجه خالص، تبدا ترسم الحوائط فيه، او ترفع له اوتوكاد، او ترفع له صوره، او ترفع له PDF، كل الحاجات دي تقدر تشتغل فيها. بص الاسلوب بتاعه سهل جدا، تسحب تحط، يعني فكر كده بصوره السكتش اب كده في ثواني. لو عندك سكتش اب ارفعه وهتلاقي موجود جاهز، وتبدا تشوف انت عايز تكمل ايه وتعمله. وتقدر ان انت تشوف الحاجة 3 دي على النت على طول. طيب في حاجة بقى من ضمن الحاجات اللي في الذكاء الاصطناعي اسمها جنريتيف ديزاين. ولو حد فيكم اشتغل راينو اكيد عارف الفكرة دي، ان انت بتقول له مثلا عايز تصاميم، فبيعمل لك 1000 تصميم، تقول له انا عايز في التصميم بتاعتي يكون الارتفاع معين وظروف معينة، فتبدأ تختار، فيبدأ ان هو يظبط على الحاجات بتاعتك دي، يعني يلغي لك الحاجات اللي مش متوافقة مع الشروط بتاعتك. يعني تقول له لا انا مش عايز اي مبنى اعلى من 10 ادوار، يبدا ان هو اي اقتراح فوق ال10 ادوار يلغيه، وتبدا تحط الشروط بتاعتك لحد ما توصل اللي انت عايزه. وده موجود في الراينو وموجود في الريفيت، ان انت ممكن تقول له انا عايز تصاميم معينه، وتبدا تقول له طب انا عايز من كذا لكذا، تبدا تتحكم مثلا، يعني انا عندي العرض مثلا لازم ما يقلش عن كذا او ما يزيدش عن كذا، فيبدا ان هو يعمل لك. وطبعا الداينامو او الجريس سوبر في الراينو بيخليك تتحكم فيها برمجه مرئيه. طيب بص بقى ركز في الصوره دي. سواب ده عباره عن ايه؟ ان انت مثلا لو انت عندك تصميم بالاوتوكاد ورحت او في الريفت او في اي برنامج وغيرت الحيطه، هو اوتوماتيك يظبط كل الحاجات الداخليه. يعني انت صغرت غرفه فتلاقيه لغى ترابيزه، تلاقيه صغر الحمام شويه، اوتوماتيك بيعمل اعاده للتصميم اللي انت عامله عشان يناسب التعديل الجديد اللي انت اخترته. وده برضه نفس الفكره اهوت، وبيبدا يديك اقتراحات كتيره. ده لدراسة الشمس عندنا، ده برضو من ضمن الحاجات اسمه فينش. انت عملت تصميم وحد قال لك صغر المكان، فتصغر اوتوماتيك يحط لك غرف ويطرح غرف ويزود مطبخ وينقص مطبخ، كل الحاجات دي. تمام، ده كان حد بيعمل رسالة الدكتوراه بتاعته فبدأ يعمل الموقع الجميل دوت. ده مثلا موقع من ضمن المواقع اللي بتختار كذا تصميم ويقارن لك بينهم ويقول لك الافضل ايه.
تمام. ارك ديزاين هيديك برضو تصاميم كويسة. طيب خلينا نشوف اذا كان في ده مثلا الماجيك كاد. الماجيك كاد ده خاص بالميكانيكال والالكتريكال، يعني ممكن تديله غرفة وتقول له وزع السبرينكلر بتاع الحريق، الرشاش بتاع الحريق حسب الكود بتاع ال ان اف بي اي او الكود البريطاني او الكود المصري، يبدا ياخد الكود ويبدا ان هو يشتغل بيه، او تدي له لوحه وتقول له قارن وشوف المشاكل وحلها، يعني مش مجرد هيجيب لك كلاش فين، لا يحل لك كلاش، يبدا يجيب لك 5 6 حلول، هطلع بالضغط او انزل بالضغط بحيث ده فاتح. طبعا في حاجات زي كده خاصه بالاستراكشر هتلاقوها في قلب البرزنتيشن اللي هي معاك، زي ده مثلا موقع اسمه بس دوت اي. طيب ده موقع بقى نقف عنده شويه لان اللي عامله دكتور محمد شكور من مصر. الموقع ده ممكن تديله سكتش يحول لك لصور، يعني ترسم اي حاجه على خط الايد، حتى لو رسم مربع دايره يبدا ان هو يعمل لك ريندر ليها، يحولها لمبنى ويعمل لها ريندر. عندك اي صوره المبنى من بره هيبدا ترفعه وتقول له اعمل لي ريندر ليها، فيبدا يقول لك بقى عايزها مودرن ولا كلاسيك ولا روماني ولا كذا، يبدا يعمله لك. وكذلك الانتريور، وكذلك كانفا تدي له صوره وتقول له مثلا طب حط لي بحر حط لي شجر، يبدا ان هو يعمل لك بالذكاء الاصطناعي. وعندنا برضو لاندسكيب، فالموقع ده اسمه mnml.ai، ده لازم تجربوه ان شاء الله، يعني لازم نعمل دعم لاي حاجه عربيه ان شاء الله. ده موقع اسمه رانوي، ده موقع خطير جدا، يعني بيعمل تعديلات في الصور بالذكاء الصناعي، تعديلات في الفيديوهات، تعديلات في الصوت. ممكن ترفع له فيديو وتقول له ايه في حد انا متخانق معاه، الغي الشخص ده من كل الكادرات دي، لو بتعملها بالطريقه العاديه هتاخد كادر كادر، هتاخد منك وقت كتير قوي، هو اوتوماتيك يتبع الشخص ده ويلغيه، وممكن يحط لك مكانه مثلا اي حد كده، اي حد ماشي. فده من ضمن الحاجات الجميله جدا. الصور اللي فيه برضو معموله بشكل هايل، يعني ادوات كتير جدا وكلها اونلاين، تمام، مش محتاج ان انت تسطب اي حاجه خالص، فانت بتبقى مذهول. طيب حد هيسالني هل الريفت كمثال لبرامج البيم فيها ادوات؟ اه، ده مثلا برنامج وكلمت انا مع الناس اللي هي مبرمجينه، اسمه الوفل لاب. ده في حاجات كتير قوي قوي، يعني مثلا توصيلات بالشكل دوت تديك حاجات كتيره. ده مثلا حاجه عملناها ريندر وقلت له طب اعملها لي مثلا في الخريف، طب في الصيف، طب في الشتاء، بدا يعملها لي الاشكال الكتيره ديت. فانا ما عدتش الريندر، انا خدت نفس الصوره وقلت له ايه اعمل لي ليها ريندر، بدا يعملها. مشروحين في بيم عربيه بالتفصيل. يعني من ضمن الحاجات برضه اللي موجوده في البرنامج دوت ان انت ممكن تقول له انا عايز اعمل برنامج يعمل حاجه معينه، فهو يبدا يديك اختيارات لحد ما توصل من غير ما تكتب ولا كود ان انت تعمل حاجه خاصه بيك. يعني تقول له ايه، من ضمن الحاجات اللي انا عملتها عليه وكانت سهله جدا، اعمل لي شيتات بعدد الفيوهات وحط لي كل فيو في الشيت بتاعه. فدي بالطريقه التقليديه كانت تاخد وقت كتير، لكن هو ما اخدش معايا وقت خالص. طيب برضو في موقع البناء في شويه حاجات حلوه، ان الكاميرا شغاله ولو اي حد عمل خطا تبدا تدي انذار، يعني الناس دي لو كلهم واقفين 100 واحد واحد بس مش لابس الحاجات بتاعت سيفتي يبدا يدي الارم ويبدا يقول لك خلي بالكم الشخص ده لازم يخرج من المكان. طيب لو انت عايز بقى تتعلم ذكاء صناعي اعمل ايه؟ اول حاجه لازم تتعلم لغه برمجه. انا برشح لك لغه البايثون، يعني لغه البايثون ميزتها ان فيها مكتبات كتيره تسهل لك ان انت تعمل اللي انت عايزه. فلغه البايثون من اللغات اللي ممكن تبدا بيها. عايز تتعلم لغه الليسب، الليسب دي اللي منها لغه الاوتوليسب اللي احنا كنا بنبرمج فيها في الاوتوكاد، انا عامل كتاب اسمه شرح الاوتوليسب اللي عايز يبرمج جوه الاوتوكاد. في البرولوج من الحاجات اللي هي خاصه بالمنطق والذكاء الاصطناعي، في لغه الجافا والسي والسي بلس بلس، وفي فيديوهات وكتب للحاجات ديت. طيب ممكن في لغه اسمها رينج، دي اللي عملها واحد مصري اسمه محمود فايد، لغه برمجه كامله عملها واحد مصري
اسمها رينج، انا من هتلاقوا الاسم موجود عنده في الموقع، من ضمن الناس اللي يعني اللي شاركت او شرحت في الرينج، هو ما شاء الله راجل ممتاز، وعامل حاجه اسمها بي دبليو سي تي، بروجرامنج وزاوت كود، بروجرامنج وزاوت كود. تمام. طيب قبل ما تتعلم برمجه لازم تفهم الخوارزميات، فعشان كده حطيت لك روابط عشان تشرح لك الخوارزميات، تشرح لك الرياضه لانها هتحتاج مراجعه كده على حياه الرياضه اللي درستها في الكليه، فبرضه سايب لك روابط ليها. ودي اخر ابحاث موجوده في الذكاء الاصطناعي، ودي دورات، الكورسات دي مجانيه فتقدر انت تاخدها كلها من غير ما تدفع اي فلوس خالص، وفيهم حاجات بالعربي، والحمد لله تقريبا خلصت كل الكورسات ديت، وبتاخد شهاده على طول اول ما تخلص الكورس. دي مواقع كتيره تبدا ان انت تجربها مع نفسك كده ان شاء الله، ولو في اي حاجه كلمني نبدا نشوفها ان شاء الله. انا كده خلصت البرزنتيشن، ولو اي حد عنده اي سؤال، للاسف انا ما عارفش اتابع الشات، ممكن نخش فيهم ان شاء الله. شكرا جزيلا باشمهندس عمر، يعني واضح جدا عشقك للتكنولوجيا ومتابعتك لكل حاجة تخصها. يعني أنا من الناس برضو اللي بحب جدا الجزئية ديت وبحب أتابعها. يعني طيب بالنسبة للزملاء، الدوكيومنتري اللي كان اتكلم عليه المهندس عمر في بداية السيشن اسمه ألفا جو، أنا بصراحة اتفرجت عليه، من الدوكيومنتريز الرائعة جدا في حكاية الـ AI. أنا هحط لكم لينك الدوكيومنتري دوت فيديو، هحط لكم على الشات، اللي يحب يتفرج عليها هيستمتع بيه جدا يعني. وطبعا انا حابب اشكر المهندس عمر على الريسورس الرائع، يعني البي دي اف ده رائع وجبار، يعني شكرا جزيلا على المجهود اللي اتبذل فيه وعلى كميه الريسورس الموجوده فيه. انا اوريدي حطيت البي دي اف دوت على جروب الواتساب، اللي يحب ان هو يحصل عليه او يستفيد بالمعلومات اللي فيه هيلاقيه موجود على جروب الواتساب. الى جانب برضو كتاب مألفه برضو المهندس عمر عن الذكاء الاصطناعي موجود برضو على جروب الواتساب. يعني انا مش عارف اشكرك ازاي يا هندسه والله. شكرا لحضرتك يا استاذ. يعني انا قاعد وانا فاتح بقي مزبهل من اللي انا بشوفه. يعني احنا فعلا كان بيضيع عمرنا في حاجات كتير، وحسيت ان لا، الموضوع الـ AI وموضوع استخدام المواقع دي هيفرق جدا 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 مع الواحد، وهيفرق في الكارير بتاعه. يعني ابسط حاجه زي ما انت بتقول الكتابه، لو انت بتكتب ايميل، لو انت عايز تبعت لواحد رساله تبقى بشكل بروفيشنال، الكلام ده كله بقى متاح جدا يعني. شكرا جزيلا ليك، وطبعا احنا نفتح الاسئله. باشمهندس احمد حمدي، اهلا بيك يا هندسه، اتفضل يا هندسه. اهلا بحضرتك باشمهندس عمر، مساء الخير. مساء النور هندسه لحضرتك. الله يخليك. انا بدايه بشكر حضرتك طبعا على الجزء اللي فات، يعني الفكرة الارتفيشال انتليجنس والويب سايتس دي كلها بصراحه يعني حاجه هتكون فعلا مفيده في الشغل بتاعنا، وحتى انا عن نفسي بستخدم في شغلي شات جي بي تي في حاجات كتير. يعني لا، هو بصراحه تول مهمه، يعني اقدر اقول لك دراعي اليمين في اغلب الحاجات اللي بعملها. يعني انا بس عندي سؤال لحضرتك. انا واحد، يعني انا شغلي ان انا سيفل كونسيرفير، التولز اللي بستخدمها هي التولز العاديه الطبيعيه البيزكس اللي مع اغلب الناس، اللي هي بستخدم الاوتوكاد بالليسب سات بالحاجه بتاعتها والاكسل وشويه النولج اللي بتتراكم عندك مع الوقت. من فتره يعني كنت عايز ابدا بقى ادخل في مجال البيم والابلكيشنز اللي بستخدمه عشانها وهكذا، لكن لقيت الموضوع كبير ومتشعب. لا، عندك ريفت، عندك داينامو، عندك حاجات كتير جدا. فابدا منين او اتحرك ازاي، امشي ازاي، اتفادى ايه حاجات اكيد يعني اللي هي عشان ما اضيعش فيها وقت او ما احرقش فيها جاز زي ما بيقولوا كده، يعني الطريق امشي ازاي؟ طيب بص يا فاضل، هي الفكره كلها ان انت تبقى محدد انت عايز ايه. يعني ما فيش حاجه اسمها انا عايز ذكاء صناعي، لا، يعني زي ما حضرتك قلت كده، شات جي بي تي بيفيدك في الشغل بتاعك، فايه اللي انت محتاجه؟ يعني على سبيل المثال لو انت بتتكلم عن الحصر، ففي كذا موقع مثلا مخصصين للحصر، او في ادوات بتبقى بتاخد الموديل من البيم
وتعمل حصر، حتى في بعضهم بيبقى اونلاين ترفع الحاجه وهو يبدا يعمل لك الحصر بتاعها. فبنحدد بس ايه اللي انا محتاجه بحيث ان انا ما اتشتتش، تمام؟ يعني بحيث ان انا ايه، الذكاء الصناعي ممكن الواحد ينسى نفسه وينسى الشغل بتاعه وينسى كل حاجه. لا انا مركز ان انا عايز واحد واثنين وثلاثه، فابدا ان انا اركز فيهم. يعني في واحد مثلا تركيزه كله على ان هو عايز يعمل رندر بشكل حلو، ففي مواقع كويسه، فبعمل سيرش شويه من خلال شات جي بي تي حتى. يعني خش شات جي بي تي او بارد وقول له انا عايز مثلا، انا مهندس كذا وعايز اعمل كذا، فايه التولز اللي ممكن تفيدني في كذا، تمام؟ طبعا الافضل ان احنا نبدا نتعلم البرمجه، لكن مش كل الناس بتستهوى البرمجه، فانت ممكن تشوف موقع يكون جاهز وتبدا ان انت تعتمد عليه. هي البرمجه بقت اسهل بكتير، لان بقى خلاص اصلا الذكاء الصناعي دخل في البرمجه، بتدي ممكن تسال شات جي بي تي تقول له اكتب لي البرنامج، فيبدا هو يكتب لك البرنامج. يعني ممكن شات جي بي تي تقول له اكتب لي برنامج يعمل 1 2 3 يعمله لك. ف الذكاء الصناعي تقدر تعتمد عليه في اي سؤال انت عايزه، ويعمل لك مسار انت عايزه. قول له انا عايز خطه مثلا ان انا ابقى مدير مشاريع لكذا، فايه الحاجات اللي انا المفروض ان انا اتعلمها؟ يبقى يحطها لك. طب انا عايز اتعلم اعمل لي برنامج يعمل لي الحصر في الاكسل من اي ملف مثلا موجود جاهز مثلا في اي حاجه، يبدا ان هو يعمل لك البرنامج دوت وتجربه، ولو في مشكله ترجع لشات جي بي تي وتقول له عدل لي الحاجه ديت. الذكاء الاصطناعي محتاج ان انت تصاحبه، تمام؟ فتبدا ان انت تبدا تقول له الكود اللي انت اديته لي في غلطه صلحها لي. يعني مش احكم على الذكاء، انا مش حكم على الذكاء الاصطناعي بحيث اقول له هو انه حلو ولا وحش، تمام؟ لا، انا ممكن اروح ايه، انا مختار مثلا، انا قلت له اعمل لي برنامج معين، فبعد ما كتب لي الكود ما اشتغلش معايا، فقلت له لا الكود ما اشتغلش وجاب لي الرساله الفلانيه، قال لي اه يبقى انت شغال على ويندوز 11، استنى هديك كود اللي يناسب كود 11. فراح فعلا مداني الكود، جربته وقلت له اه شغال بس انا عندي مشكله، فيبدا ان هو يعمل معايا. كاني بسال واحد صاحبي وهو رد عليا رد، لكن لازم ارجع له باه او لا، يعني لازم ارجع له اقول له البرنامج اشتغل معايا او ما اشتغلش وصلح لي الكود، تمام؟ تمام هندسه، تمام. شكرا باشمهندس احمد، شكرا باشمهندس عمر. مهندسه اسراء بتسال، هي متخصصه في مجال الثيرمال كومفورت والانرجي افشنسي، ايه البرامج اللي ممكن تفيدها كاي اي؟ طيب البرامج اللي ممكن تفيدها هي حاجات كتيره جدا. يعني موضوع الاستدامه بدا يبقى اساسي في موضوع الذكاء الصناعي، في كذا حاجه احنا شرحناهم، بيعمل دراسه للشمس وللزلال وللرياح وكل الحاجات دي. ممكن مثلا الذكاء الصناعي دلوقتي داخل بقوه في الراينو، جوه الراينو في حاجه اسمها جراس هوبر، فده بيخليني اقدر ابرمج جواه. الجراس هوبر بقى يتقبل الذكاء الاصطناعي، بقى مرتبط بشات جي بي تي، يعني ممكن وانا شغال اكتب له كده، اكتب يعني عايز اخليك تتخيل الكلمه، ان انا هكتب في قلب الراينو او جراس هوبر، اكتب اقول له اعمل لي عماره 11 دور ومثلا خلت لي في حول نفسها. انا بكتب الكلام ده بالعربي او بالانجليزي، يعني بكتب باللغه البشريه، فهو زي شات جي بي تي بيدخل ويفهمه ويصمم لي الكلام دوت. قبل كده، قبل الذكاء الصناعي، كنت لازم اكتب له كود او ابدا اعمل نود ونبدا نربطهم ببعض او حاجات زي كده زي الداينامو. دلوقتي خلاص بتكتب، يعني في برنامج اسمه بلندر، برنامج بلندر ده عامل زي 3 دي ماكس لكن هو اوبن سورس، لانه اوبن سورس فكان من اول البرامج اللي الناس برمجت له الحاجه ديت، ان انا بدخل جواه وبرمجه اقول له ايه، بتكتب بالانجليزي تقول له اعمل لي اربع اهرامات جنب بعض يعملهم لك، طب خلي كل واحد فيهم بلون، انت مش بتمسك سيلكت وتغير في الكلر، انت بتكتب له كانك بتكتب في شات جي بي تي، بتقول له ادي كل واحد فيهم لون، طب اعمل لهم دمج مع بعض. يعني انا يعني في مشروع شغال فيه مضطر نعمله بالراينو، فانا مش فاكر اماكن الزراير، انما بالذكاء الاصطناعي ما بتحتاجش ان انت تعرف مكان الزراير، تقول له اعمل قطع في المكان الفلاني فيعمل لك قطع في المكان الفلاني. لو انا مش عارف الاداء دي قاعد اضرب على امر ايه، طب الراينو مثلا ما فيهوش سيكشن، او في سيكشن بس هي الاصل بنعمل حاجه اسمها كليبنج مثلا، فكليبنج دي انا ما اعرفهاش مثلا،
فانت متخيل ان انت داخل على برنامج جديد، بس بدل ما انت عمال تتعلمه، لا ده انت بتكتب له، تقول له مثلا انا عايزك تعمل لي دمج، ما بقعدش ادور على زرار الدمج، كنت عايز اعمل حاجه 2 دي، فالامر اسمه ميك 2 دي. لو انا مش عارف امر ميك 2 دي، اروح اقول له ايه، اعمل لي حاجه 2 دي، اعمل لي، يعني تكتب له بالعربي كده اعمل لي، هو يبدا ان هو يفهم. فدلوقتي يعني لو انت حضرتك عايز ثيرمال كونفرت اند انرجي افشنسي، فاحنا كلامنا في البرزنتيشن هتلاقي في مواقع كتير خاصه بالاستدامه، بالاضافه الى ان الجراس هوبر بقى في موضوع الثيرمال كونفرت، في هاني بي بدا يبقى فيها ذكاء صناعي بشكل حلو، وبدا يدخل فيها جات جي بي تي، ففي تولز كتير قوي في الجراس هوبر خاصه بالثيرمال كونفرت. واحنا بنحاول دلوقتي نعملها في الداينامو، وكلمت حتى مصطفى اللي هو عمل هو من ايران، فبنحاول ان احنا ندخل كل الحاجات اللي موجوده في الداينامو جوه الداينامو في الريفت، بحيث ان الموضوع يبقى اسهل ان شاء الله قريب. شكرا جزيلا باشمهندس عمر. هو معيش سؤال، هو الجراس هوبر دوت ده برنامج ولا لغه برمجه؟ بص ده الفاضل، الجراس هوبر عباره عن برمجه مرئيه، يعني مش بتحتاج ان انت تكتب كود، وممكن تكتب كود لكن ما بتحتاجش، يعني ممكن توصل حاجات ببعض، فبتلاقي الموضوع سهل جدا ولذيذ. يعني انت مثلا عايز تخليه يعمل حاجه هو مش موجوده، مثلا عايز تعمل دراسه للحراره للشمس الحاجات دي، فمجرد بتسحب زرار وتحطه، وتسحب زرار تاني وتحطه جنبيه وتبدا توصل. يعني عايز تقول له مثلا ايه، ارسم لي المظله، بس المظله دي تكون برمتك، بحيث لما اغير رقم الشكل كله اتغير. مثلا ايه، هعمل برامتر خاص بارتفاع المبنى، وبرامتر خاص بالدبس من تحت، وبرامتر خاص بالدبس من فوق، بحيث ان انا لما اغير الاقطار تتغير فالشكل كله اتغير. فظريف جدا، وموجود حاليا نفس الفكره موجوده في الداينامو في الريفت، ان انت بتبرمج بس من غير ما تكتب كود، مجرد بتوصل حاجات ببعض. يعني ممكن تقول له مثلا ايه، اعمل لي اكسبورت لكل الحاجات اللي موجوده المعلومه ديت في الاكسل، فمجرد بتحدد المعلومه وتحطها وتسحب خط كده وتقول له ايه، صدر للاكسل، خلاص يصدره لك، يبقى انت عملت برنامج بيصدر للاكسل. فالبرمجه المرئيه دي بتبقى حاجه ظريفه وبتوفر وقت. تمام، ممتاز. طيب بعد اذنك، هي ايه المواقع اللي بتعمل الحصر من الريفت؟ يعني احنا عارفين الريفت فيه سكادولز وكوانتيك اوف بيطلع من الريفت نفسه. هل في برامج تانية بتطلع اداء احسن او بتطلع كميات ادق؟ في كتير أصحيح. من ضمنهم مثلا النكست وركس بيعمل القصه ديت، من ضمنهم ان انت ممكن تعمل بالداينامو حاجه خاصه بيك. تمام، يعني انا طبعا بعمل حاجات عندي في الشغل خاصه بيا، يعني اكتر من اللي الريفت بيديها لي. ممكن في موقع اسمه فورج، ده تبع شركه اوتوديسك. الموقع ده يعني لو اي حد عايز يخش في البرمجه يدخل على الموقع دوت، لان الموقع ده اوتوديسك صرف عليه كتير. يعني دي معلومه كده من تحت لتحت كده من جوه اوتوديسك، ان الموقع ده هي حط عليه امال مستقبليه كتيره جدا، ان الموقع ده انت حتى لو ما عندكش الريفت او ما عندكش البرنامج او الحاجات دي جايه لك مثلا من برنامج زي تيكلا، وانت ما عندكش تيكلا ومش قادر تعمل له حصر، هترفعه على فورج يبدا يعمل لك انت عايزه. موقع فورج ده مش موقع للحصر، هو موقع للبرمجه، ففي ناس كتير بتعمل برمجه لحاجات كتير قوي. يعني كان من ضمن الحاجات واحد رافع عامل حاجه، انك لو رفعت الريفت ينزلوا لك اي اف سي، او ينزلوا لك نفس وركس، او ينزل لك اي انت عايزه. فموقع مفتوح لاي حاجه انت بتفكر فيها، موقع اسمه فورج، اف او ار جي اي، تبع اوتوديسك. تمام، وفورج دوت برضو نفس الفكره، هي فيجوال بروجرامينج؟ لا، هي اغلبه جافا سكريبت، جافا سكريبت سهله. اوكي، طب الواحد عشان يبدا يتعلم ان هو يعمل حاجه على الفورج دوت محتاج لغات معينه في البرمجه؟ ممكن هو يعني بتحتاج كذا لغه، لكن الاصل فيها الجافا سكريبت. احنا كنا عاملين فيديو مع واحد من المبرمجين بتوع اوتوديسك في الفورج، هبعت لك لحضرتك المحاضره وبشاركها مع الناس ان شاء الله. كان اسمه احمد هشام، من الناس القويه جدا يعني في اوتوديسك، فهو واحد من المبرمجين اللي هناك، ف اختصر لنا حاجات كتيره وشرح لنا حاجات كتيره. الموضوع سهل جدا وبسيط، لكن هي مطلوبه في السوق، يعني اغلب الشركات طالبه حد يكون بروفيشنال في القصه دي. تمام يا هندسه.
طيب نشوف الأسئلة في الشات. ممكن برامج الذكاء الاصطناعي، ما دي أسرار بتسأل تاني، ممكن برامج الذكاء الاصطناعي تغنيني عن برنامج سيميوليشن بنشر أبحاث؟ طيب باشمهندسة أسراء، هو بس السؤال مش واضح، لو حضرتك تقدري تفتحي المايك وتوضح لنا السؤال يبقى ممتاز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يكرمك. أنا خلصت جديد دكتوراه، وكنت أنا عمارة، بس كنت مختصة بالثيرمال كونفورت والإنرجي إيفيشنسي، جميل. فكنت أشتغل على الأوبن ستوديو بلاج إن والإنرجي بلاس إنرجي بلاس. فكنت تمام. بدي أعرف إنه هل إنه هاي برامج الذكاء الاصطناعي ممكن إني أستخدمها بنشر البيبرز يعني والأبحاث، ممكن تفيدني وتغنيني عن هاي برامج السيميوليشن، لأنه عن جد تاخذ كتير وقت يعني، ولا إنه ممنوع أو ما بقدر أستفيد من هذا الإشي؟ لا، هي ممكن حضرتك تشتغلي بيها، لكن بتحاولي تدوري على حاجة تكون معتمدة في أوراق البحث. تمام. يعني أنا ممكن أشتغل على برنامج وأقعد فترة طويلة عشان أقنع الدكتور أو أقنع المراجع إن البرنامج ده قوي أو البرنامج ده يصلح للاعتماد عليه. لكن لو أنا جايب برنامج أو تولز بستخدمه في كذا بحث، فبعتمد عليهم وأقول له ده الدليل بتاعي ان البرنامج ده قوي. يعني لو احنا مثلا بنتكلم على برنامج انرجي بلس، وده اوبن سورس مجاني، هنلاقي ان هو استخدم في ابحاث كتيره جدا علميه وموجوده في جوجل سكولر شيب، فهتلاقي الناس متقبلاه. يعني برنامج مثلا زي الديزاين بيلدر، فده موجود ليه ابحاث كتيره جدا، فالناس كتيره متقبلاه. لو رحنا لبرنامج زي الايكو تكت، تمام، بدون ذكر اسامي، هنلاقي الناس مش متقبلاه، حتى الشركه نفسها قفلته. الشركة نفسها قالت البرنامج النتائج بتاعته مش دقيقة، فقفلت البرنامج ده. فلو أنا معتمد على برنامج تم موافقة عليه في أبحاث سابقة، فده بيبقى خلاص ما فيش مشكلة خالص فيه. الجميل إن الإنرجي بلس والأوبن ستوديو بدأ الناس المبرمجين اللي فيه بيتكلموا كده، يعني في مواقع خاصة بالبرامج الاوبن سورس بيبداوا يتكلموا ازاي هيضيف فيها الذكاء الاصطناعي. فحتى الذكاء الاصطناعي هيدخل في الادوات دي قريب، هيدخل في الدانولوجي بلس وفي الاوبن ستوديو. بيبداوا يتكلموا ازاي نبدا ان احنا نربطه بالذكاء الاصطناعي. تمام. فممكن نستخدم اي برنامج، لكن الفكره كلها ان البرنامج دوت يكون معتمد في ابحاث سابقه، والا هضطر ان انا اقعد اقنع الدكتور بيه. يعني لازم اجيب دليل ان البرنامج دوت مستخدم بشكل حلو، او الدكتور يكون عارفه وواثق فيه. خلاص بنعمل تجربه. ممكن تعملي بقى تجربه لو البرنامج لسه جديد، اعمل حسابات مره بالمانوال ومره بالبرنامج، واقول له ان النتائج طلعت مثلا متقاربه او زي بعض، فيبدا ان الدكتور يعتمد عليه. ايوه شكرا، يعطيك العافية. لا والله كريم. باشمهندس محمد فتح الله، تفضل يا هندسة. باشمهندس محمد تقدر السلام تفتح عليكم. المايك. وعليكم عليكم السلام السلام. ورحمة الله. باشمهندس عمر، باشمهندس اهلا بحضراتكم جميعا، تحياتي ليكم والف شكر طبعا على الاستفاده الجميله من المحاضره القاه مهندس عمر. الله يكرمك. الله يخليك. هو اجمالا في احب اجمل بس المحاضره في جزئيتين. الجزئيه الاولانيه يعني وحضرتك طبعا صححني، الجزئيه الاولانيه اللي هي الذكاء الاصطناعي، الصناعي مش الاصطناعي، الصناعي اللي هو ربط الحدث ببعد الزمان وبعد المكان، وده ملوش علاقة بالديزاين. يعني دي حاجة اللي هي الشات جي بي، زي شات جي بي تي وخلافه، كل البرامج اللي هي اللي بتستخدم حاليا في الذكاء الصناعي هي بتعتمد على الحدث اللي بيحصل مع اخذ في الاعتبار بعد المكان وبعد الزمان وتكرار الايتريشنز بتاعت الاسئلة. كل ما بسأل اكتر كل ما بيديني نتائج ادق للاسئلة. الجزء الثاني من المحاضره كان بيتكلم عن مش الذكاء الصناعي، البرامج اللي بتساعد على الديزاين بطريقه سمارت، زي طبعا كونكس بتاع المهندس يوسف،
من البرامج القوية جدا اللي فعلا طبعا طبعا وغزت السوق السعودي كمان، وطبعا سبيس ميكر بتاع اوتوديسك وغيرهم يعني. فدول هم اعتقد ان دول بقى مرتبطين ببعد الكود اوف براكتس، سواء كود اوف براكتس او كود اوف ديزاين، هو ده اللي بيتاخد في الاعتبار، وهو ده بيبقى الحاكم عندي في الايتريشنز، خلاف طبعا الايتريشنز بتاعت الاسئله اللي انا بسالها. فهو هنا في بعدين او 3 ابعاد، وهناك في بعدين، والبعد الثالث هو برضه بعد الايتريشنز بتاعت الاسئله. في الاخر هو ده اللي بيولد لي البروبوزلز الكتيره اللي انا اقدر اختار منها المناسب ليا. ده اجمالا للمحاضره يعني. فلو في حاجه غلط في اللي انا قلته يا ريت حضرتك تصححها. لا لا تمام يا باشمهندس، الله يكرمك يا باشمهندس حمد. طيب السؤال بقى في الجزئيه بتاعه البرمجه. طبعا احنا يعني بنتكلم في حته التخصص، اللي هو التخصص انا راجل انشائي مثلا، فانا ببقى عندي مشاكل في الديزاين او مشاكل في مشاريع معينه بشكل معين، سواء في التنفيذ او في التصميم. حابب ان انا استعين بحاجه زي كده في الذكاء الصناعي، او بما يخص يعني الديزاين ايتريشنز او السمارت ديزاين او الى اخره. الحاله دي انا مضطر ان انا اجيب مبرمج عشان يعمل لي يحل لي المشاكل بتاعت الديزاين، او اعمل أو انا اتعلم لغة البرمجة عشان أقدر بعد كده أستفيد من البرنامج ده في شغلي، ولا في حاجات already customized موجودة للتخصصات المختلفة، مش لازم إن أنا أستعين بمبرمج عشان يبرمج، ولا أنا اللي لازم أتعلم البرمجة؟ فده سؤال مهم جدا عشان نقدر نستفيد من الموضوع بتاع الـ Artificial Intelligence ده بشكل يعني عملي. شكرا. طيب بص يا فاضل، في حاجه دلوقتي موجوده اسمها الاي سي سي، اوتوماتيك كود تشيك. الاي سي سي ديت هتلاقي فيها ابحاث كتير جدا، وتعتبر دلوقتي بقت اجباريه في شغل في بريطانيا، اللي هو ان انت بتدي له حاجه ويبدا يعمل فحص عليها قبل ما تبعتها للبلديه هناك. فدي في برامج كتير جدا احنا بنشتغل بيها، مش متذكرها دلوقتي، لكن هي في كذا برنامج كنا بنستخدمه ان هو بديله بعض القواعد ويبدا ان هو منهم سوليبري، في برنامج فيهم اسمه سوليبري. سوليبري ده بيعمل ايه؟ بديله قواعد معينه من غير برمجه ولا حاجه خالص، بتبدا تديله قاعده، يعني مثلا بحدد كاتيجوري معينه واقول له افحص فيها حاجه معينه. على سبيل المثال مثلا بقول له افحص لي الاعمده، شوف لي لو في عمود مثلا ما فيش حاجه فوقيه اعتبر ده غلط، تمام. افحص لي الابواب، ولو لقيت الباب دوت الاوبننج بتاعه في حاجه قدامه ما بيفتحش اعتبرها غلط. فيها شويه حاجات جاهزه، في حاجات خاصه بالميكانيكا، حاجات خاصه بالكهرباء، حاجات خاصه بالعماره، حاجات خاصه بالاستراكشر. مثلا ممكن تقول له ايه، لو المسافه بين السلالم الروب اكتر من 15 متر اعتبرها دي غلط. دي حاجات جاهزه يعني مش محتاجه برمجه، انت بس بتعمل تشيك على الحاجات اللي انت عايز تفحصها، وممكن حاجات تانية ما تفحصهاش. في حاجات خاصة بالاستدامة بالمناسبة، يعني جوه السوليبري في حاجات خاصة بالثيرمال كونفرت والانرجي افشنسي والحاجات دي كلها، ممكن احط له بعض القواعد واقول له افحصها لي. يعني مثلا في الاستدامة في شهادات كتيرة جدا موجودة في السوق، في عندك الليد في امريكا، في البريم في بريطانيا، في مصر عندنا الهرم الاخضر، في قطر في جيساس، لبنان الارز، في اكواد كتير كل بلد لها الكود بتاعها. فانت ممكن تحدد بعض الحاجات وتقول له افحص لي مثلا لو نسبه الارض الخضراء مثلا قلت عن 10% ابدا اديني تحذير، وهكذا. فانت سوليبر ده بيفحص الحاجات من غير ما تبذل جهد. في حاجات تانية ادنس موجوده جوه الريفت، في حاجات داينامو موجوده، بيبدا تحدد له بعض القواعد دي ان هو يفحصها لك، ويبدا يقول لك ايه خلي بالك ان في حاجه هنا مثلا مش مظبوطه. كنت انا مستخدم، عملت كذا جدول اكسل سكادول جوه الريفت، بيبدا يحسب حاجات معينه ويبدا يديني تحذيرات. كان شخص شغال معانا في الاستدامه، قلت له حط لي القواعد اللي انت عايزها، اكتبها لي كده ورقه وقلم. وانا بدات احط له، هو ما اتعلمش الريفت بالمناسبه، بس اتعلم ازاي يفتح الريفت، يفتح السكادول يشوف الحاجات اللي لونها احمر. فانا برمجتها له كده من غير كود ولا حاجه خالص، مجرد سكادول،
ومعادلات، بحيث ان مثلا لو حاجه اكتر من رقم معين او اقل من رقم معين يبدا يديله اللون اللي ينبهه ان في مشكله هنا. فالموضوع مش محتاج برمجه، وكان طبعا لو برمجه هتعمل حاجه كويسه، والبرمجه دلوقتي بقت سهله بالداينامو او بالبرمجه كذا، او ممكن تخش على شات جي بي تي وتخليه يكتب لك الكود، فالموضوع بقى اسهل بكتير من الاول. وممكن تستخدم الاس سي، بيبقى بيديك شويه تولز تديله القواعد اللي انت عايزها ويبدا ان هو يفحصها ويتاكد منها، ولو في مشكلة يعني بيعتبر زي مراجع قبل ما تبعت للبلدية او للموقع. معلش اكمل بس الحته بتاعتي لو تكرمت. يعني لو انا حبيت اعمل كومباينيشن ما بين الذكاء الصناعي وما بين السمارت ديزاين، ان انا عايز اقوله ان انا لو عندي موديل ستراكشر ريزيدنشال مثلا فيلا، وعندي عمود في فيلا، والعمود ده البحر اللي هو شايله مثلا 4 في 4، فالعمود ده وارتفاعه 3 متر او 2 متر 80، إذن العمود ده السيناريو بتاع ان هو يبقى مستطيل هو ابعاد كذا في كذا بتسليح كذا او طبقا لكود كذا، ولو انا هعمله سيركولر يبقى هيبقى ابعاده كذا وتسليحه كذا طبقا للكود كذا. بعد كده اقدر بعد كده استفيد من المعلومات دي كلها، ان هي لو اي حد جه وعمل ديزاين يعني اخليه بعد كده زي تشات جي بي تي للمهندسين، بحيث ان هم في الاخر اي حد يصمم فيلا في اي مكان في اي حته بالكود بتاعي بالبحر بتاعي بالارتفاع بتاعي يطلع له على طول الابعاد بالتسليح اللي طلع لي قبل كده. هيبقى كده انا كونت داتا بيز وحولته من سمارت ديزاين لتشات جي بي تي للمهندسين برضه، بحيث يستفيد بيه اي حد، ويبقى حاجه اونلاين مش حاجه يعني حاجه جلوبال مش حاجه. فاهمني حضرتك اقصد ايه؟ هو ده اللي انا اقصده. هل في حاجه زي كده؟ حاجه انت تعملها؟ انت ممكن تعمل لا حاجه زي موجوده كده. حاجه موجوده بالفعل، يعني حاجه موجوده بالفعل اقدر ان انا استخدمها وغيري يستخدمها ويستفيد من الانبوتس اللي انا حطيتها، لان هي هتبقى بنسبه 90% مشابهه للانبوتس الثانيه اللي بيصمم بنفس الكود لنفس مش نفس الفيلا، فيلا مشابهه، انما في الاخر احنا بنتكلم في ليميتيشنز قليله جدا، وبس في الاخر الديزاين واحد هيوفر وقت. في كذا حاجه زي كده، في يعني كان ليا واحد صاحبي اسمه مهندس حسن عبد السلام كان شغال في حاجه زي كده، ودي رساله الماجستير بتاعته، بس هو ما كانش واخد حاجات كتير، يعني هو كان مركز على الفكره نفسها ان هو يطبقها في بارامتر او اتنين بحيث لو نفعت خلاص هو اثبت انها تنفع تتعمل، ما عملش فيها. في موقع كتير اصلا بتدخل على النت تقول له مثلا انا عندي كذا، فيبدا ان هو يعمل لك ال 3 دي بتاع الشكل بتاعك على طول. يعني في بعض البرامج دلوقتي اصبح الموضوع سهل، يعني بدل ما الناس بتبرمج برنامج لا بيخليه اونلاين وتشترك مثلا ب 10 دولار حاجه زي كده وتدي له المعلومه ويبدا ان هو يعملها. اللي احنا بنتكلم فيه ان يبقى في بقى ذكاء صناعي، بحيث ان هو كل ما بترفع لوحه بيبدا يتعلم منها ويبدا ان هو يستفاد منها، يبدا يشوف ايه الحاجات مثلا اللي البلديه اعترضت عليها وياخدها في الحسبان، ويبدا ان هو يديك الكومنت ده قبل ما تبعته. يعني ان احنا بنتكلم ازاي ان احنا نعمل نهضه في البرامج اللي موجوده، ما يبقاش البرنامج ثابت، لا يبقى البرنامج بيتغير حسب الشغل بتاعي. هو عشان اوصل للحته دي يا باشمهندس لازم يبقى فيه انبوت واوتبوت، يعني انا دلوقتي اتكلم معاه زي ما حضرتك تفضلت وقلت، لازم لما ادي له انبوت هو يسالني بعد كده لازم ارد عليه اقول له ده نفعت او ما نفعتش، مشيت او ما مشيتش، عشان هو يبني على اساسها الداتا بيز بتاعته، ويجي بعد كده اي حد تاني يمشي في نفس المسار بتاعي فهيوقفه ويقول له لا والله انت كده ماشي غلط، هو مش هيعرف ده لوحده. ايوه، ما هو شات جي بي تي مثلا لما بيديني حاجه غلط برجع له، انا برجع له سواء صح ولا غلط، برجع اقول له خلي بالك المعلومه صح او خلي بالك المعلومه دي غلط او عد لي الصياغه بتاعتها. فمع الوقت بيبدا ان هو يتعلم فيها. لو وقف بقى غيرك بعد كده. ايوه غيرك لو مشي في نفس المسار بالظبط. بدي له فيدباك واقول له والله خلي بالك من النقطه دي صح او غلط. يعني ممكن يكون البرنامج شغال كويس ما عدا مثلا في المباني، دي مثال حقيقي، يعني المباني اللي هي في البحر، لو في مبنى مارينا وموجود في قلب البحر حاجه زي كده، فالبرنامج انشائيا ما يصلحش للتصميم، فساعتها ممكن تحصل مشكله وفي مبنى وقع فعلا، ولان كان البرنامج لسه بيجربوه
والبرنامج ما كانش مصمم لكده. فانت لازم اي حاجه ترجع له فيدباك يعني، وانت شغال على برنامج لازم تبعت له تقول له والله انا حصل مشكله زي كده مش قادر اصلحها، فلو ليها حل يقول لك، لو ما لهاش حل بيبقى في الاصدارات اللي بعد كده. بالظبط، هو الذكاء الصناعي اصلا مبني على ده يعني، مبني على المعلومه ومع البعد الزماني والمكاني، هو في الاخر بيبني على كده. فالفكره كلها ان عايزين نستخدم الذكاء الصناعي بس في الديزاين بتاعنا بالظروف بتاعتنا بالكود بتاعنا، نقدر ان احنا نستفيد منه وفي نفس الوقت ما نقلل من استخدام البرامج الديزاين اللي هي في الاخر يعني بتاخد مننا وقت ومجهود. صح كده يا شمس، لبال حضرتك ازاي؟ ماشي، انا متشكر جدا لحضرتك وسعد صدركم وجزاكم الله خير. شكرا، السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا جزيلا للناس. طيب باشمهندس عمر، هو انا عندي سؤال، هو انا كنت جربت الموقع اللي هو بارد وجربت شات جي بي تي، بس بصراحه حسيت ان شات جي بي تي اقوى يعني، خصوصا في حته الكود، او لما تيجي تعمل مثلا تقول له اعمل لي مثلا برنامج بيعمل كذا باللغه الليسب مثلا او الاوتو ليسب، فحسيت ان الشات جي بي تي اقوى عن البارد، فهل انت جربت حاجه زي كده؟ بص ده فاضل، هو حتى بينج ده بيعتمد على شات جي بي تي يعني، بينج ما كانش له دعوه بالذكاء الاصطناعي لكن هو اعتمد على شات جي بي تي، واساس بتاع شات جي بي تي يعني، هو بيروح شات جي بي تي ويرجع، لكن ممكن يديك نتيجه مختلفه شويه او يديك تخصيص للنتيجه. انت لما بتشتغل على شات جي بي تي وتشتغل على بارد وتسال نفس الاسئله، فبتلاقي ده ساعات بيجاوب اجوبه احسن وده ساعات بيجاوب اجوبه يعني ما فهمش السؤال او عايز تجاوبه تاني او حاجه زي كده، فما فيش مشكله خالص. عايز تشتغل بشات جي بي تي، شات جي بي تي مش وحش ولا حاجه، بالعكس ممكن تطلع منه نتائج كويسه. مع الوقت هتلاقي نفسك بتحب مثلا لو سؤال فلسفي تساله للبارد، لو سؤال برمجه تساله للشات جي بي تي، ما فيش مشكله خالص، المهم ان انت بتستفاد منهم يعني، استعين بده او بده، المهم ان انت توصل للي انت عايزه يعني. جرب ده مثلا في كتابه الايميلات وشوف انا اللي احسن، جرب ده في العقود، جرب ان انت تعمل عقد وتبعته وتسال شوف انا الافضل. وعلى فكره جوجل كانت عملت بعض الحاجات في الذكاء الاصطناعي زي الترانسفورمر دي اللي اعتمد عليها شات جي بي تي يعني، شات جي بي تي اعتمد على تكنولوجيا كتيره جوجل اللي عاملاها وكانت سايباها اوبن سورس للناس كلها، فجوجل سابقه في الموضوع. لكن جوجل ليه ما اعلنش الذكاء الصناعي غير بعد جوجل، غير بعد اوبن اي اي؟ ليها سببين. السبب الاولاني ان جوجل بتكسب كتير بانها بتبيع الحاجات دي للحاجات للاسلحه وللمخابرات الامريكيه، لان في جوجل شركه ميتا، شركه جوجل ليها حاجات كتيره تحتيها، فمن ضمنها مثلا ان هو بيبيع حاجات للجيش واسلحه وحاجات زي كده، تمام؟ فهو بيكسب كتير. الحاجه الثانيه ان هو عارف ان الذكاء الاصطناعي هيقلل ان الناس تروح لمحرك البحث يعني، هو كان عنده بديل لشات جي بي تي من زمان لكن مش قادر ينزله، لانه لو نزله قليل اللي هيروح لمحرك البحث وده المصدر الاساسي للدخل بتاعه، فهيخسر فلوس. لكن لما لقى مصاب بالسحب من تحت ايديه بدا ينزل جوجل بارت، وهينزل حاجات كتيره جدا في الفتره اللي جايه دي، لان هو عنده حاجات كتيره بيخزنها. الشركات العملاقه دي بيبقى صارفه مليارات وعندها حاجات كتيره ومش عايزه تنزلها دلوقتي. شات جي بي تي شركه لسه بتنمو، فممكن تنزل اي حاجه يعني، اوتو ديسك مثلا ما تقدرش تنزل كل حاجه، لا بتدرس الحاجه دي تنزل دلوقتي، لا السوق ما استحملهاش. انما واحد زي حالتنا كده صغير لسه بيعمل برنامج ممكن ينزله وممكن يتحرك بيه على طول. تمام يا هندسه، انت جاوبت على استفسار كان بيدور في بالي من زمان، ليه جوجل ما سبقتش في الحته دي رغم ان هي شركه عملاقه يعني؟ لا جوجل سابقه، جوجل عامله ابحاث كتير قوي احنا متابعينها، بس هو ما كانش بيدينا فرصه للتجربه يعني. انت بتقرا الورقه، طب عايزين نطبقها؟ لا ما فيش يعني، انت قريت الورقه طب ايه عايز الناس عامله بحث انها شغاله في تحويل الكلام لصور، بقى لنا سنتين في جوجل لكن مش مدينا امكانيه ان احنا نشوفها. داخلين في تكنولوجيا ان يبقى في شات، الكلام منشور من زمان في ابحاث لكن ما كانش فرصه ان احنا نجرب. لذلك لما جربنا شات جي بي تي حسينا ان في جني كده اتفتح او حاجه غريبه حصلت. صحيح صحيح.
طيب باشمهندس حسام اتفضل يا هندسة. اهلا بحضرتك يا هندسه. اهلا بيك نورتنا. اهلا بيك. انا حابب اشكر المهندس عمر على المعلومات الجميله اللي هو قدمها بامانه، يعني حاجات شكرا لك. قيمه جدا بقى. شكرا لك. الله يكرمك يا هندسه. كنت حابب بس يعني جزئيه شات جي بي تي في البرمجه، يعني هسال في جزئيتين. جزئيه شات جي بي تي في البرمجه، واعتقد ان الجوده بتاعه الكود اللي هو بيديهولي بتعتمد على جوده الداتا اللي انا اديتها له، بمعنى انا لازم ارتب له البيانات اللي انا بديها له بناء على ان يكون عندي معرفه سابقه بالبرمجه ماشيه ازاي. اعتقد ده هيكون افضل ان انا احصل على كود كويس، لان انا كنت جربته للامانه هو اداني اكواد غلط كتير، فكنت بضطر ان انا اعدل عليها يده، بس هو بيديني الفكره الاساسيه. فاعتقد لازم يكون في معرفه بالبرمجه نفسها، صح كده؟ بص ده الفاضل. يعني كان في واحد مخترع لغه برمجه وكان سال الشات جي بي تي. الراجل ده يعني مخترع لغه برمجه، فمش بقول لك مبرمج شاطر، لا ده يعني عدى مرحله المبرمج الشاطر. فبيساله في لغه البرمجه اللي هو اخترعها، فلقى الاجابات يعني كانت احسن من اللي هو متوقعها. ليه؟ لان هو فاهم برمجه، فاهم يساله ازاي، فاهم ازاي الكمبيوتر بيفكر، فبيساله سؤال اللي ينفع يتسأل. انما لو واحد ملوش في البرمجه ويعني بيحلم بحاجه، يعني انا مثلا كنت عايز حاجه معينه في هتخدمني في شغل في البيم مانجر، فانا عارف بالتحديد انا عايز اسال في ايه، مش بسالوش سؤال عايم انا عايز حاجه تنفعني او عايز حاجه توفر الوقت، لا انا عايز حاجه تاخد من هنا تودي هنا وتسمي كذا وتعمل كذا. فلو انت فاهم انت عايز ايه بالظبط هتلاقي الموضوع سهل جدا ومعاك. لو انت فاهم البرمجه وكتبت برمجه مش لازم تكتب لشات جي بي تي برمجه، بس فاهم البرمجه بتتعمل ازاي او فاهم الكود يتكتب ازاي، فهتسهل عليه. يعني انت لما بتتكلم مع حد فاهم وبتحاوره، يعني مثلا لو انت ممكن مثلا تكون بتتكلم مع حد ملوش في الهندسه خالص ويبدا يتكلم معاك في حاجات ما تنفعش تتنفذ. يعني في حد مثلا هو كان مش عايز عارف هتتعمل ازاي، او انت يعني ما عندوش فكرة دي هتتكون ازاي جوه الكود. لو واحد مبرمج بيسهل على الشات جي بي تي ان هو يديله الحاجه الصح. صح مظبوط كده. كان عندي الاستفسار التاني هندسة، جزئية ان انا الحصر، انا دلوقتي مهندس حصر كميات مثلا، كنت محتاج مثلا هل في حاجة وصلنا بيها ان انا ادخل له لوحات الكاد يبدأ هو يقرأها ويتعرف على ان دي بيم مثلا عمقها كذا التفاصيل بتاعتها بمعنى أصح، ويبدأ يعمل حصر ليها، هل في وصلنا لحاجة زي كده؟ لا لسه ما وصلناش، او انا ما اعرفش، لو حد يعرف يا ريت يقول. اللي انا اعرفه ان بنفس ووركس بتدخل البي دي اف او الاوتوكاد وتقدر تحدد الاماكن المعينه، لكن ان انا مثلا عندي الماسوره دي ماشيه قدامي انا شايف الماسوره، لكن الدبس بتاعها قد ايه ما اعرفش، برنامج يقدر يقول لك هي قد ايه ما دامت موجوده كاد او بي دي اف. يعني افقي انا شايفه قدامي فشايف الحاجه، انما النزولات الرأسي مثلا مش هقدر ان انا استنتجها، الا بقى بعد كده مع الوقت ممكن حد يعمل تولز تقدر تفهم ارتفاع الدور قد ايه، وبعد كده يفهم من مثلا المفروض من هنا لهنا قد ايه. بس حتى الان ما شفتش حد شغال على حاجه زي كده. بس اعتقد ان شاء الله في المستقبل ممكن يكون في حاجه زي كده، يعني اعتقد المستقبل ده ان ممكن يكون بكره، المستقبل ده ممكن يكون بكره. يعني الموضوع قريب جدا. هو في الريفت ممكن، انما في الاوتوكاد ما اعتقدش. مظبوط. يعني انا كان لي واحد صاحبي كان شغال بيعمل برنامج، هو ما كانش يعني كان بيعمله على توكات، فكان بيبذل جهد ضخم جدا عشان يعرف ان ده باب، ان ده شباك، ان ده ضغط. انما في الريفت هو اوتوماتيك خلاص، انت عديت 80% من الموضوع وبقى معروف، فانت بتبذل جهد بسيط عشان تبدا تقول له اعمل لي كذا. يعني لو انت شغال بالبيم، البيم مش ريفت، في برامج تانية كتير جدا غير الريفت. اول اي حاجه شغال فيها بيم هتقدر ان انت بسهوله تقول له احصر لي كذا فيقدر ان هو يعملها. لو كاد او بي دي اف محتاجه بقى بذكاء صناعي كتير يبدا يفهمه الفكره ويبدا مع الوقت يتعلم الحاجات ديت. عشان وطبعا كده انا دايما كل اقول مرحله الاوتوكاد ده خلاص، يعني احنا في مرحله الاوفرلابنج، بعد كده خلاص الاوتوكاد ده مش هيكون موجود والريفت هو اللي هيبقى هيسود، يعني خصوصا ان هي شركه واحده. البيم مش الريفت، البيم اتكلم على الريفت كتول موديلنج.
مش انا بقول لك طبعا الريفت مش هو الحاجه الريفت. طب انا عارف، انا عارف بس انا بتكلم على دول كتيره، في دول كتيره بتشتغل بيم من غير ريفت، بتشتغل بيم بالاركيكاد بالاركيكاد والبنتلي والحاجات دي. الغلطه الكبيره، الغلطه اللي الناس كتير بتقع فيها، ان هو بيفتكر ان الريفت هو البيم. لا، الريفت ده تولز من ضمن التولز. ايوه طبعا. لا لا هو طول، بس انا بكلم ان الاوتوكاد تحديدا عشان هو اون ديسك فهو ده مش هيبقى ليه قيمه بعد كده. تمام تمام باشمهندس حسام اتفضل يا هندسه كمل سؤالك. هي دي بس الجزئيه اللي انا كنت بسال فيها هندسه، جزئيه الحفر، لان هي طبعا احنا بندور على حاجات تساعدنا بقى في الجزئيه دي. طبعا بالتالي طالما هو مش هيقدر يحفر، هو مش هيعرف يعمل لي موديل من الاي اف سي اللي عندي او من الكاد اللي عندي. هي دي الجزئيه اللي انا كنت بدور عليها. هو في كذا تولز دلوقتي بالذكاء الصناعي بيبدا ان هو تدي له الكاد او البي دي اف ويبدا ان هو يرسم لك الموديل. تمام. حتى في منهم مثلا برنامج اسمه كونكريت، هتلاقيني شرحه على قناه بيبقى قريب اسمه كونكريت. ده جوه الريفت بيبدا يحاول يحول الاوتوكاد لبيم. تمام. الاوتوكاد لموديل بيم. بيبدا يحول الموديل بيم، وساعتها بقى تلاقي الحصر معاك جاهز وكل حاجه جاهزه ان شاء الله. تمام يا هندسه، ان شاء الله هعمل عليه سيرش كده، ويعني بشكر حضرتك على المعلومات الجميله دي. تحت امرك يا استاذ. الله يكرمك. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا باشمهندس حسام. باشمهندس عمر، طيب الجزئيه بتاعت الحصر دي، هو هل في استشاريين بيعتمدوا كميات للمستخلصات من الريفت؟ يعني انت عشان لو انت مقاول بتطلب مستخلصاتك او تطلب مستحقاتك، هل في استشاريين بيعتمدوا كميات من الريفت، ولا لازم بيتقدم اوتوكاد وبولي لاينز واكسل شيتس؟ لا، في ناس انت حضرتك بتتكلم ان انت عايز تبعت له ملف الريفت ويقراه. لا، بيتقرا عادي. يعني في استشاريين في الامارات وقطر ممكن ياخد منك ملف الريفت ويبدا ان هو يشتغل بيه عادي. ماشي، ده اوكي كجزء تكنيكال، لكن انا بتكلم لو انا مقاول مثلا بقدم مستخلص اعمال بناء اتنفذ كميات معينه كويس، فبقدم الحصر بتاعها عشان اخد المستحقات بتاعتي او الفلوس، هل في استشاريين بيعتمدوا الحصر للمستخلصات من الريفت؟ اسمح لي اجاوب يا باشمهندس عمر لو تكرمت او سمحتولي. طبقا للعقد، لان انا استشاري، يعني لو التعاقد موجود فيه ان البيم هو الحاكم وان الموديل هو ده العقد اللي بيننا، طبعا بيعتمد كل ما هو اوتبوت من البيم موديل، ومالوش ان هو يرفضه. انما لو مش مذكور في العقد ان المشروع ده بيم، اذا هو من حقه ان هو يرفض ويبقى المخرجات كلها، لان ده بيبقى موجود في البروتوكول ومستندات التعاقد في المشروع، اذا كان شكل المخرجات بتاعه المقاول هتبقى عامله ازاي، اذا هي منصوص عليها ان هي بين كل الستيك هولدرز متفقين على كده، اذا هو لازم يقبل بالمخرجات بتاعه البن، انما لو غير كده من حقه يرفض. شكرا. تمام يا باشمهندس محمد، يعني في مشاريع حضرتك قابلتها المستخلصات، حصر المستخلصات بيتقدم فعلا بالريفت؟ طبعا، لان هو العقد بيقول ان المشروع ده بيم، وبالتالي كل مخرجات البيم هي منصوص عليها في العقد. تمام اوكي. طيب باشمهندس عمر، سؤال بس، لان في ناس حتى الان بيقابلها مشاكل في موضوع الشات جي بي تي، ان هي بتعرفش تعمل اكاونت ليه، هل بقى مفتوح دلوقتي ولا لسه برضه نفس المشكله موجوده؟ طيب بص، حتى لو في مشكله ممكن تكون، يعني سالت شات جي بي تي قال لي لا، دي المشكله من الدوله نفسها مش من عندنا احنا، ايا يكن. فابسط حاجه ان في مواقع كتيره معتمده على شات جي بي تي. تمام. انا ممكن ابعت لك مثلا 20 موقع، انت بتسال الموقع والموقع بيبعت لشات جي بي تي ويجيب لك الاجابه، بيتاخر تقريبا نص ثانيه، فخلاص ما بقاش مشكله. يعني انت لو سالت دخلت على بينج، خلاص انت كده وصلت لشات جي بي تي. لو انت مثلا دخلت على بينج، ده بتاع اسمه دوت بتاع مايكروسوفت، اسمه بينج دوت كوم، الموقع بتاع مايكروسوفت، هكتبه لك في الشات دلوقتي. اوكي ماشي. ممكن ابعت لك، يعني في 20 موقع بيعملوا الخدمه ديت. تمام. في مثلا اهو موقع بينج اهوت، اول واحد طلع لي اهو،
قول له شات وجنبيه كلمة ايمج، ايمج يحول لك التكست لصور. هحطهم لك اهو في الشات. تمام. في موقع بو، تمام، ده برضو موقع ذكاء صناعي. بتبدا ان انت هو بيبعت للشات جي بي تي، هم كاتبين يعني ما حدش فيهم بيخبي، بيقول لك اخوانا انا ببعت للشات جي بي تي وبرجع لك بالاجابه. ممكن واحد فيهم مثلا بينظمها لك بشكل اخر او بيديك فيها ميزه تنافسيه. في موقع بتخليك تتواصل بشات جي بي تي 4، شات جي بي تي 4 احسن من شات جي بي تي 3.5 بمراحل. يعني شات جي بي تي 4 الاجابه بتاعته بتبقى احسن وادق وفيها شويه مزايا كتيره جدا يعني. فهو بيخليك ان انت تعمل شات جي بي تي بدون اي ما تدفع اي فلوس خالص. طب باشمهندس عمر معلش انا اسئلتي كتير بس انا فعلا انترستد بالموضوع دوت. طيب حضرتك ذكرت في وسط الميتنج حته البرومبت انجينير، هل البرومبت بيفرق فعلا في الاوتبوت او في الاجابه بتاع الشات جي بي تي او بارد، وازاي نقدر نوصل احسن برومبت نسال بيه؟ طيب بص يا فاضل، هقول لحضرتك وصفه سحريه عشان توصل للنتيجه اللي انت عايزها مثلا في شات جي بي تي. هو الموضوع محتاج شرح كتير لان هو يعني فعلا حاجه بتفرق كتير جدا مع الواحد. لو انت عندك اي سؤال قبل ما تسال السؤال ده، قول لشات جي بي تي كده اعتبر نفسك خبير في كذا. يعني انا هساله مثلا في حاجه خاصه بالصحه النفسيه، اقول له جاوبني كانك خبير في الصحه النفسيه، ساعتها مش هيجاوب من اي حاجه تانية خالص. تمام. يعني انا عايز اساله مثلا عن القلق مثلا، تمام، فممكن يكون القلق ده موجود في يعني، او مثلا خلينا نساله عن الكيمياء، كلمه الكيمياء موجوده في ليها اكتر من 5 معاني. يعني الكيمياء اكتبوا لنا كده على الشات بالنسبه لك كلمه كيمياء ايه. الكيمياء في لبنان مثلا معناها تحويل الرصاص لذهب، في اماكن تانية معناها ان هو ضارب كيمياء، او كيمياء احنا انا وصاحبي عاملين كيمياء مع بعض، اصدقاء مع بعض. فانت عشان ما تشتتش نفسك قول له ايه، اعتبر نفسك دكتور في الجامعه في تخصص الكيمياء وجاوبني عن كذا، اعتبر نفسك مهندس معماري وجاوبني على السؤال الفلاني، فساعتها هيركز الاجابه وهتطلع الاجابه دقيقه جدا. زي فكره البرمجه يعني، قبل ما تقول له اعمل البرنامج قول له اعتبر نفسك مبرمج في شركه مايكروسوفت وبتعمل برنامج في كذا، ساعتها هيجيب لك الكود على طول. ممكن تاني تفتكر ان انت بتسال سؤال عام، فالسر ان انت تخصصه. يعني في موقع اسمه character.ai، ده بتخش بتلاقي شخصيه جاهزه كده، محلل نفسي، شخصيه مخصصه دكتور نفساني او دكتور باطنه او دكتور كذا، فتبدا ان انت تعمل شات مع شخصيه معينه. فانت كل اللي عليك في شات جي بي تي بس تكتب له سطر اعتبر نفسك عالم فضاء وجاوبنا عن القمر، فساعتها هيركز لك. ممكن بقى تقول له ايه، واديني اجابه مختصره او اجابه مطوله او اكتب لي مع المراجع. لما تقول له على المراجع هيديك اجابه اكاديميه شويه، فهي مع الوقت بتبدا ان انت تخصص الاجابه. يعني بدل ما اقول له ايه اكتب لي مقاله عن جمال عبد الناصر، ممكن يكتب لك حاجات عن شباب جمال عبد الناصر، اكتب لي عن جفاره، ممكن يكتب لك مثلا عن رحلته وقبل ما يشتير كان عمل رحله كده بالدراجة البخارية ولف لفة، ففي فيلم كامل بيتكلم عن الرحلة دي. لا قول له اتكلم لي عن انجازات جفارة في ثورة كوبا مثلا او كذا او كذا. كل ما تدي له تحديد للي انت عايزه هيجي لك نتيجة افضل، كل ما بتدي له انبوت كويسة كل ما هيديك النتيجة زي ما انت عايز بالظبط. تمام. انما لو قلت له اتكلمني عن كذا وسكت مش هيديك النتيجة. قول له اديني اجابة اكاديمية عن الفيزياء النووية، ساعتها هيبدأ يديك مع المراجع، يبدأ يديلك. ولما تجيلك حاجة يعني ابدأ اقراها وشوف لو فاهم ممكن تحسين، قول له معلش اكتبها لي بطريقة تانية، انا مش فاهمها اشرحها لطفل عنده 5 سنين، يبدأ يبسط لك الاجابة. وهكذا واحدة واحدة بتبدأ ان انت تتصاحب معاه ويبقى فاهم، توصلوا لغة مشتركة بينكم. انت مش هتديله كود وهو هيبدا ان هو يفهم طريقه الشغل معاك ويبدا ان هو يخصص لك الاجابه بتاعتك. تمام يا هندسه بارك الله فيك. معلش انا عندي سؤال تاني، هل في مواقع زي الشات جي بي تي حاجات خاصه بس بلغات البرمجه، ولا هم كلهم بيرجعوا لشات جي بي تي في الاخر؟
لا هو في مواقع كتيرة جدا، في موقع اسمه كود، يعني كتبت كود اي اي هتلاقي حاجات كتير قوي خاصة بالموضوع دوت. وفي بعضهم بيبقى عبارة عن ادنس بيسطب جوه الفيجوال ستوديو، او جوه فيجوال ستوديو ده منصة معمولة عشان انت تكتب كود جواها، فهو بيبقى موجود، يعني مش محتاج ان انت تروح للشات جي بي تي وتسأله وترجع، لا هو موجود في قلب الفيجوال ستوديو. فيجوال ده انت بتسطبه وانت بتكتب اي حاجه بيبدا يصلح لك. فيجوال ستوديو كود ده اوبن سورس، وفي فيجوال ستوديو اللي هو بتاع مايكروسوفت، الاثنين فيهم القصه دي ان انت تقدر تضيف تولز معينه، وتقدر ان انت وانت شغال تروح قايل له ايه اشرح لي الحته دي من الكود، تدي له الكود وتقول له اشرحها لي، فيبدا يكتب لك كومنتس بحيث اي حد استخدم الكود اللي بعدك يشرحها له. ممكن تقول له اكتب لي كود فيبدا ان هو يكتب لك كود. فموجوده تولز كتيره جدا جوه المواقع، وفي بعضهم كتير جدا منهم مش معتمد على شات جي بي تي. واصبح يعني شات جي بي تي كان في الاول اوبن سورس، ففي ناس كتير خدت منه حاجات. ولاما اللي هو بتاع الفيسبوك ميتا اوبن سورس، ففي ناس كتير برضه بتاخد منه حاجات. فاصبح دلوقتي في مواقع كتيره تقدر انت، في موقع اسمه يو دوت كوم، ماشي هحط لك الرابط بتاعه دلوقتي. يو دوت في ان انت تقول له اكتب لي كود يكتب لك الكود اللي انت عايزه، تمام؟ فلو انت عايز اي كود ممكن تروح ليو او شات جي بي تي وهيبدا ان هو يعمله لك. يو دوت كوم. تمام يا هندسه، وصل الشات. تمام. طيب في اي حد من الزملاء عنده استفسار للبشمهندس عمر قبل ما نختم؟ لو حد عنده اي استفسار يحب يكتب في الشات او يعمل ريز ا هاند يتفضل. طيب ده كلام ممتاز، يعني احنا شاكرين لحضرتك يا باشمهندس عمر على المحاضره القيمه ديت. وفعلا فعلا الموضوع غايه في الاهميه وغايه في الخطوره، لان الحاجات دي هتوفر على الواحد مجهود ووقت سنين، مش حاجات بسيطة يعني. يعني أنا في النهاية بس يعني هضطر أسألك السؤال التقليدي، ممكن يكون ساذج شوية بس اللي معظم الناس بتسأله، هل الـ AI هيقعدنا في البيت؟ هل الـ AI هياخد أماكننا الوظيفية؟ طيب السؤال ده تقريبا لازم الواحد يسأله، ولازم يسأل. الله ينور عليك. بص يا فاضل، البيم لما جه ما خدش مكاننا، يعني نفس السؤال ده اتقال اول ما جه البيم. الناس قالت لك البيم ده هيقعدنا في، وكان الناس متضايقه مني تقول لي يا ابني انت بتقول حاجات هتخلينا نقعد في البيت، ايه البيم ده؟ الكلام ده كان 2008 2009. انا فاكر مره رحت شركه كنت هبدا معاهم بيم، وقبل ما ادخل اقابل المدير ولسه ما استلمتش شغل يعني، فشغلت فيلم توتوريال كده، فيديو كنت عامله شرح في الريفت، قلت ابص عليه وعامل فول سكرين، ودخلت اقابل المدير فلقيت الناس كلها متلميه على الشاشه بتقول لك البيم دوت عمر بيشغله ويسيبه ويروح يفطر يبني هو كل حاجه المبنى، هم شايفين الماوس بيتحرك وحاجات بتتبني. فلا الاي اي مش هو اللي هياخد مكانك، اللي هياخد مكانك صديقك او زميلك في الشغل اللي بيشتغل بالاي اي. فيعني الفوتوشوب مثلا نزل فيه ادوات بالاي اي، في ناس هتقول لك لا انا مش هستخدمه، هستخدم الادوات العاديه. حتى لو انت خبير وبقالك 20 سنه شغال ريفت، لكن لما تستخدم الاي اي هتلاقيه بيوفر عليك وقت كتير، الحاجه اللي بتعملها في ساعتين بيعملها هو في ثانيه. فلازم ما دامت الاداه دي موجوده وممكن صاحبك يستخدمها ابدا انت استخدمها. الاي اي مش هياخد مكانك، اللي هياخد مكانك صاحبك اللي هيبدا ان هو يتعلم مثلا راينو، يتعلم داينامو، يتعلم الحاجات دي كلها، ابدا انت وتعلم معاه، تقدر تبرمج برمج. يعني زمان كان عشان تعمل حاجات زي كده محتاجه عشرات السنين وفلوس وميزانيه وحاجات زي كده، دلوقتي خلاص انت ممكن تعتمد على الحاجات الاوبن سورس وتعتمد على الحاجات الجاهزه وتعمل انت برنامج خاص بيك وتبيعه. يعني الهند في ناس كتيره فيهم بيكلموني بشكل شبه يومي، احنا عاملين برنامج كذا، عاملين برنامج كذا، فاحنا عايزين ناس من مصر تكلمنا، والله احنا عاملين برنامج كذا، طب انا عملت برنامج بيعمل كذا. فالاي اي مش هياخد مكانك، انت اللي ممكن تشتغل، يعني تشغله عندك، تخليه يفكر معاك، ممكن تغذيه مثلا بكل الحاجات بتاعت الليد بتاعت الاستدامه او البي ام بي او الليد مانجمنت، ولما تحصل قدامك مشكله تخليه يفكر معاك ويبدا يود لك
حلول للمشاكل ان شاء الله. ايوه فعلا كلام حضرتك مظبوط، هو التكنولوجي مش هتقف، بس طول ما انت يوزر لاحدث تكنولوجي موجوده في السوق انت في امان. بس تمام، شكرا شكرا جزيلا باشمهندس عمر، وشكرا جزيلا لكل الحضور، واتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم بالمحاضره، ومش عارفين نشكرك ازاي يا باشمهندس عمر. ألف شكر يا باشمهندس، كده كنا كل خير. شكرا جزيلا لوقتك ومجهودك. الله يكرمك. شكرا لكل الزملاء وتصبحوا على خير.